يا سيدي كناها ولا كناك المفيد عمار خوك ما عادش يقود روحه
تقلوا احباش معي قد لا ما قدوش حتى لا ما قدوش ايه تقدوا وسمادة انا كسيدك العيفة وما ندرك لا لا ما تكذبش على الجماعة العيفة انا عمر خويا ما قدوش ايه وحتى واحد فيكم ما قدوش ايه وانت لوه ما قدوش انا قد راك ما قدوش ايه قد ما قدوش يا العيفة شم اسمع سمادة خليه يتكلم واحد حين وراس زيادة من الناس يا حور مالك نهلم انه يستوي عمار نهلم نقوله على كل شيء بالباو التاء ولا ما يجي يدقدق لك كريمة دقيقتين يا دقيقتين يا العيفة ولا ما يكون عندك ابو خلال واشي خف روحك راني مزارب سمادة واشي يا اخي ما تقول ليش عمار اخوك وينه والله ناني يا برشا عليك والله كان استحشت وزي تعرف الوقت ايش عهد بيه عهد بيه من نهارة اللي قالوا هو فشح جالي كمية والقومية اللي نازل عسكر جبل الثالجة مو من ساعتها شدوه وعدوه لدار الجوش في قفصلة وما عندي علي حتى خبر ما عندك علي حتى خبر ابو خليل ايه راو عمار ولد عمك ابو خليل ارمي خذيت عليك نحن اولاد بو يحيى الحمر اولاد بو يحيى الصناديق نجيب واحد كيبو خليل واحد مشمع واحد مسطط واحد مبوشي ما يدريش على عمار ولد عمه يا ناس واش عاملين فيه القوره يا سيدي عمار خويا من نهارة اللي فش عجالي كان من القومية آه يقولك من الأول هاد سيدي ها هو احنا نبحث ونحوصوا اشتر البلاد خبطناها وحطيناها في السيلون وكتفناها واعطيناها الطرايح وذوبناها ها خبطناك انت شيء لا من خبط وكان جيت قرنيت راني بس ها اربطناك انت قريبي ولا من نهار الكل بربي البلاد الكل حطيناها في الحبس ونحوصوا على الاعمال العامة وسي عمار بزور هو اللي فش علي كمية القومية وهو اللي شايخ ومبحبح يا هو احنا بس ونحبسه من قالك فش يا ستا قلت فش قلت فش ما قلت فش يا ستا فش قلت فش ما استنى ستا العيف يا ولد عم خلاص سمعتيني تو قلتي فش اي قلت فش ما قلت فش قلت فش ما قلت فش قلت فش قلت فش استنى الطه ما فهمت واش اولي دعم اخي تاو سمعتيني انا قلت فش اي قلت فش ما قلت فش ما قلت فش قلت فش ما قلت فش قلت فش قلت فش ما قلت فش ماذا قلت سيدي؟ لا اي نعم سيدي انت لا ماني قلت لا قلت خش مالخش من بلديه ما تحشموش ما تزعوش واحد ولي راجل كامل بطولة بطلطولة بلاحي تعبش الوجمة هاهي يوقف قدام الناس الكل وهم فوق سدها مليح ويضربوا سكنة بكذبة قدك ولا يحشم ولا يزعم ما يقول ثم شكون قاعد يفهم فيا وهو مؤرخ وقاعد يتورخ عليا لا يقول ثم شكون يعرف التكنديل متاعي وداري عليا شكنت لا لا يقول ثم شمد بيعرف الحلال من الحرام ويعرف اش قال ربي والنبي هكاك داز علينا كل بقاري ها ليه يا ربي ليه ليه تكذب علينا وانت زيرو ليه تكلخ علينا وانت زيرو ليه ليه يا رام قتلتونا بالكذب وفدتونا يا تعشروش اه ان شاء الله يعطيكم بكلات يقفكم ارتاح المدنس الكلبة في الحرام في الحرام يا مازال واحد منكم يا عنك يا منكر يا كبر ولا صغر لكن بعلينا كلبة حتى كدك يا معكسين على قطوس رجلك معكسين على قطوس رجلك وصولين لعنكو شاف شارف العمام يا ستة شوف يا ستة شوف يا ستار اوليد عمي هروكي جيتيو عمار خويا لا خش ولا فش ضربة واحدة ورغط تماتوا شديتو عضربتو بشهرين عداهم حرام زقو وتو انا لبس العلي عز عرفتي ماكل شارب يحمد ربي وشكر يعقب عليك
لو يجيك العيفة ما عطيت قابي من عمار العيفة. لو جاي عمار العيفة لا تذكروني ما تذكروا عمار خوي. يا سيدي من اليوم انتوما لكم منا ونحن لنا منكم. اسمي انت واش واش الهزان والنظام؟ انا واش قلت من عيب؟ ايه ابو خليل واش خلنا نكرا عمار ولد عمي. لا لا ولد عمي اجمع عليكم بالله خل واحد يكرا لحمد ذراعه. لا يا عمار بحيرني ونبكي عليه بالدم. الرجل القهرك خطياته طفي نقص فصها. تقول له عمار شو مدخلت في الموضوعات خطياتك؟ يقول لك لبعيد انا ما نحبش الظلم وما نحبش القهر واللي يندهلي انتو في ركاب ولو كان يقعد في خلال مخي. اي واش مين هذا الحق؟ عمار كيقول لك يا مرا عمار راهو من دبي يعرف ايش يقول. ومش جبت ما قال قال لي سيدنا صلى الله عليه وسلم قال من يشوف منكم من قوة يسانجيه يا ما يسانجيه بيدو ولا ما نجمش يسانجيه بلسانو ولا تخت خلاص يسانجيه بقلبو ذاك خيار بنادم اسيدي. انت بخلال نعرف طبقة ديما من صدك اجنب حديث سيدنا العمال عمار بالزور يخا سيدنا ما لقاش من يحط خليفة على امته كان عمار. اشو ما حطكش انت اشو ما حطش سمادة اش بما حطنيش لا العيف وما ندراك. شوفوني انا عقلي شايخ ودايخ متفرد حتى من زس من نفسي ولا يا عامل كامل عمار ولا يا عامل كامل عمار كل عركة طفي نقص فسته الغريب امالي العركة تروح سلامات وامسكين ترسل وقالوا لك الكراكة. يا سيدي مقالوا لك الكراكة ولا للفين قاعد تاكل فيه؟ ما ناكلوش. اتشرب فيه؟ ما نشربوش. اتلبس فيه؟ ما نلبسوش. ما خذكش حال عمار بالحبس راهو الرجال يا سي العيفة. عمار خويا لا يسرق لا يخطف ولا مثبت وسل عليه الناس. عمار خويا راهو الصيد الدعاس لا تخلى عركة وزهر يعفسها من كل ازلات يا سي العيفة. الله الله الاصمده ولد عمي ما فهمتنيش. انا واش قلت بالعيب؟ ما انا قلت عمار سارق لا قلت عمار قطعي لا قلت يا ربي عمار عيفور عيفور وبنيته سابقه فمه سابقه فمه وحاط ولاد العكري في خشمي خشمي وبادي اجمل بقدومه. ايه والله بقدومه ولا ما قراتش ابو خلاف. يا العيب ايه يا ولد عمي واش يا ولد العكري بتحكي عليهم انت؟ ايه يرام يعرفوا ياكلوا الحم الراس. عمار خوي الله غالب ما يتحيلش ناس تخمم بدماغات هو يخمم كالب ونيته. الله يهديك يا عمار يا ولد عمي وربي يدلك باش تعرف مصلحتك. الله يهديك يا عمار يا اخوي الله يهديك. والله ما كادوني بدير دار جافل على ما كادوني شوف المحايل الله برق العمى ورددك يا عمى عمى بنا عمى بنا عمى ورددك يا 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 عمى القنابري واش يا عمار وينك يا القنابري لاباس واش حالك؟ الحمد لله لاباس نعيك يا القنابري خويا يا ربي وينك الحمد صح على باس صح على باس الحمد لله الطرشيك وينك وينك يا وليد عمي كيف حالك؟ والله استحشتك يا وليد عمي بارك الله فيك يا عمار هيا نجري نجري نوي استناني تو نعمل دوره ونجي هيا بربي زعما تعباش اهو استنى بيك يا عمار لاباس نعيك لاباس لاباس الحمد لله الله يبارك فيك. سميد اخويا عمار اش حالك يا سميد لاباس منك خويا لاباس اش حالك تزعر لاباس اش حال الاهل لاباس حال الاقارب لاباس اش حال البلاد اش حال الدنيا لاباس نفسك ولا بعد لاباس اشين يا سميد حتى انت وليت تجيل القهاوي يا حليليف ما يسالش ما يسالش راك خو عمار لنقر ما تحسمش انا ما اسمع سيدي ما نحبش حتى حد يغلب بيه حبش حتى حد يتنفس قدامك بيه نحبك تحسبها طايرة بيه اجمع الكل راهي مهاف ورد بالك يا وليد عمي كن مهم احيط يا سيدي وليد يا ابو خلال يا لنقر واش حالك يا عمار وينك يا ابو خلال لاباس علي واش حالك كيف بدك يا عمار الفرح ده الحمدون يا عمار الحمدون كاشك شاي الحمدون صحه 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 اشن هي وليت هي عارف صدهو اواخ او دبرتها راني ابو خلال هذه يا وليد عمي تنهض تقلعني بالي الكلب وينبح
فكيتيه المشعب المروكي طيرته وجبتيه لبرا. جبنا واحد. الله يسرنا منك يا ابو خلال اخوي. و اعوذ بالله مش عارف. جيت سي عمارة. اي نعم هني جيت سي طاهر الحباس. اي مرحبا بيك على كل حال سيدي. وبيك باهي سيدي باهي. اي باهي. سيدي ما كادوني ما كادني كان الكلام يدوني. شوف المحاين شوف او النجوم يغيبوا يا راي. وكان الناس كل النجوم يغيبوا. شوف المحاين شوف او النجوم يغيبوا. البحر ينشف والصغار. أولا نذبح روحي وكان عندي موت نذبح روحي. شوف المحايل شوف أولا نذبح روحي وعلى صدري وشوف جروحي. شوف المحايل شوف أولا ما كادوني تنبرج في العلامة كدوني. شوف المحايل شوف أو جيت نعوم الموج نلبني عرمى ولا شكدبني. نعوم الموج نلبني عرمى ولا شكدبني. هو نعوم الموج نلبني صح 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 عرمى ولا شكدبني. أين جيت نعوم الموج نلبني عرمى جدرمية يا ابن الكلب. جدرمية يا بقر توا تخافوا من الجدرمية؟ توا تترعشوا من الجدرمية؟ شو مخوفكم؟ اش مطلتكم؟ اش مهربكم؟ شنو اللي سرقتوه؟ شنو اللي قلبتوه؟ شنو اللي فكتوه؟ نا غالط نا غالط. راجع للبر عند بالي العباد ولا تعباد والرجال ولا ترجال وانتم الثاني ليس الرجال. سميتها العيفة بخلال نرضالكم حديد ياكل اجنابكم نرضالكم الزهير يشقكم. عمار واش يا عمار؟ عمار انا اخو عمار. عمار ما تسوش عليك حالك ماشي عجبنا. ايه عجب حتما زاد في صمادة وليد زاد ما نكذبش عليك. حالكم هذا ماشي عجبني. حالكم حال القهرة. حالكم حال الجمل اللي تكسر ظهره. واحد جبد الموس قد منحرة والاخر شعل النار وتهياله. ستونا على العلة ستونا على العلة علة واللي زاد على طين هبلة. الفقر والجوع والعراء والمذلة. هني يا لندرا يا ضيمة الجلاشي ولا زعما نموت وعلتي في جاشي. عيلتي مكانة محت القلب وقلعة غصانة. عبد بلا مال يا ناس مسكين مسهل دمرانة. طزينا منكم ما تسواش. واش يا عمار؟ واش يا عمار؟ ما تزهاش بقمرات الليالي الفلك ما هو مصمر وليام مهم قيمة وانت مدب وتعرف ما يغيب عليك شي يا عمار. انا يا مدب ونعرف لكن ما نعرفش الفلك ما هو مصمر وليام مهم قيمة. من اش تعرف يا عمار؟ اش تعرف؟ ما نعرف. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قوم ما فوسهم عمار توا الشاب هذا الهد يا رسول الله عراك خلويت
وفي تلات التوالي ترسيك كنت مقلود البفردة عمار. أسي سميد انت اش مهمك؟ انت باش يهزوك عماية البفردة، باش يهزوك عماية الفينجا، باش يهزوك عماية الكراكة، باش ترقد على سطاك، باش يخبطوك، باش يضربوك، باش يجوعوك. عبدت انا ما صدت وين رسالك يا رجل؟ اش بيه؟ ركب صرت وما صدته تدك انت من حس تاعك. اش بيه؟ واش انت؟ هاي تفضل. اش بيه؟ اش بيه؟ عيط علي تسمي صوتك علي هنا؟ اتكلم قدام سيدك عمار؟ وقتاش انت وليتي عابد باش تكلم لينا؟ ولا باش تغش علينا ولا باش تضيق علينا؟ انت وقتاش تكلمت الساعة؟ وقتاش كبرتي وقتاش وليت عندك كلمة؟ من وين انت الساعة؟ لا العيب انايا العيب لمن انت؟ لا العيب انت لمن قلت لك؟ وكنت؟ لا كنت سميدة وياسي لمن العصبان الخير؟ العيفة عمار العيفة دي العيفة ولد عمي ابن عمي بوخليل واش حودي لمن المريزة هذاك العيفة انا عيفة العيفة ولد بركيانة انا بركيانة انت تسكن بعد الحكومة عمار ودي واش الاندريسة تعطيني فيها حودي وين كنت انت انا كنت في الخارج في الخارج انا خارج في الخارج سميدة واش وين كان هذا؟ كان في الخارج انا خارج يا عمر ندري علي لا قال خارج قلت خارج يا عمر بوخليل واش وين كان هذا؟ كان في الخارج يا عمر خارج ندري علي انا خارج قالوا خارج قلت خارج يا اخي تنبقى قيد في الخارج والناس وخارج او مسكين مع جملة الناس اللي في الخارج يا عمر اسمع سيدي لا اللي يقول علي انا خارج ولا ماشي خارج ما زلت تتكلم قدامي هنا ولا تعيط عليا ولا تحل فمك علي بالله كان بخر واش يا عمار زاد مع العيفة ولد عمك تتكسر له راسه بفوتين خلي كلمك يا عمار العيفة غير ولد عمك اللي يسرك يسر واللي يسرق واللي يضرك يضر هاي تبكي قلتي توجي يا عمار كلمة هاي عمار كلمة ليش بيك نكلمه ليه ليش بيك أو يتدي لو كل شو شوفوا سبب ربطياتك الكلة تولدوا على جل الناس شد عندك يا سيدي الاولى اذبتي برنار القاوري كسرتي له كرايمه طيبتي خضره ومن جنتهم طيحتي له سنه هذا كل علاش يا العيفه على خاطر عمار خوه ايه؟ غضت وروحه كيفاش برنار القاوري يغمس برنيه مثل الشخنات وش بيك انت يا سي العيفه شهيه يغمزها ولا واشي اخي ما فيك الشعرة الاسلام يا عم اخوي انت شن دخلك في اللي غمز ولا حتى في اللي اسمع سيدي انت راك ما زلتش انت صغير بيعة الغمزان ما تفهمش تعرف وليد دادا واش برا كل كسكس وغم على راسك ورقد واختاك مره دار ليش انت صغير عمار اي نعم عمار ليش انت صغير اي نعم هل ما شفتيش شبيت عمار يا ربي اخطانا ما شبيت نتاعك محسوب حتى العتروس بشبيته اللحية هذه ماشي لحية خلاص تعرف كيفاش يا سيس العيفة إيه؟ كان تأخذ رايته وتمشي تحجم علينا هالريش حرام وترتعنا ولد عمي ريش حرام يا عم سيدي باه يا سيدي الثانية ليلة كاتور الجولي من هو اللي قطع خيوط لك تريك وخلى القورة دانسي على الظلمة سي العيفة ايه انت خدمت في السنترا بكري ولا لا ايه خدمت في السنترا عندك الماتريال عندي الماتريال عندك البينسة ايه البينسة الترنيفي الترنيفي عندك الكلاب ايه الكل عندك ما لازمك ما لازمني ما لا انت اللي قطعت الخيوط انت على التريسيتي وجيت طعر حباش ونوريلك بعدين يا سمادة بعدين يا سمادة خبت نكلي في قلبي خبت مصير يا سمادة وش اللي تسجل اي فتفتي في تاعك وتبربيش تاعك اختنيت اختنيت نهتفت في سمادة تفت نهتفت في سمادة جوش حبت مصير يا سعمار اين مباسة جات تمشي على يديها ورجلها شد عندك يا سيدي القوم اللي القوم خنوق ولسانه حبل في واد بوشعيب بولسان خنقته انا تو جابنا الغدار يا هذي العيفة تو نحن ولاد عم ودم في محزنة تجد دم في البيعات هذي لباس اكتعنا يا راجل وفك علي يا رسول الله ما خليتنيش حتى نثبت عليك وين كنت وشني حالك يا بربي العيفة ايه اخي وين كنت يا ولد عم لا كنت في الخارج خي قداش قعدتي في الخارج ثلاث اربع ايام اكثر
الاخر مشيت طليت وجيت اي طلعنا برا اي واش من منين ماتك القاوري في واد بوشعيب الماروكي وليد عمي إيه؟ انت ميجود احلام اي نعم يجود واش تقريبا وليد عمي انت اللي لقيته ملوح في الواد اي ما اللي لقيته ملوح ما انا جينا الناس الكل جار وجيناك انت تعيط والراجل مشتوح ودمه يقع اي ما شافك حتى حد بحال لا لا ما شافني حتى حد كانه وقتها ابو خليل نتاعنا جينا لقيناك انت فهم قلت لنا راهو هكا وهكا خلطوا جدرميه يقول الناس الكل وقوف وانت على الراجل اي كانه وياه ما انا انت اللي خنقته ويجي طاهر الحداث ونديلك هذا ناس ماذا هذا ناس ماذا بصير ناس ماذا ما يا سامارة ناني خنقت ناني غمز ناني قتل اختانا سيدي اختانا وهاب عفى الله عما داب ايش بلا ايش بلا ايش درمي امار ايش درمي يعني ايه زعلي دوتك زعلي دوتك وخذ زعلي امار يوتحني يوتحني ايش درمي خذ زعلي من برا يا سيدي يا امار يوتحني يوتحني ايش درمي شو تبليش عم حتى حد بيتحرك نزلوا بليش واحد يتحرك يكسر له وعس خذ ايش مهرب ايش مخوف اقعد فهم الناس كنت اقعد فهم حتى حد بيتحرك اي او نبع عليكم انتو اي هسدي هو وقته ساعة ورد بالك العيفة صميدة ماش ورد بالك اذا كان كلمك واحد منهم صرف قونا راسي طابق بيه حتى حد ما يتحرك ابو خليل نبع عليك راهو تسربي حاجة لك الكلب طاهر الحباس ولك الكلب الخليفة محرز ولك الكلب جاك الكوميسار راي قهوة وكمس بالحرام ينشعلها هاي الوقت شدوا بلا يسكر لعيفة انت لا الناس طيبوا عمار ما خدينا عمار شتخلي عشان شخلينا عمار شبه شدوا بلاصة فرتوي كيفك انت خاف من هذولا تخاف من طار الحباس ولا من جعق ولا من خليفة انت انت زعم بينا داك زقل طاطك من وين خاف من هذولا شدوا بلاصة فمولا كان كلمك واحد صرفقوا ولا راسي طابية ونا علي بالله علي بالله يا جماعة يا لو كان واحد منهم يكلمني إلا ما ناس فو صبحة Oui, monsieur. Monsieur le califat. Ouais. Lorsque je parle, je veux qu'on m'écoute. Ah oui, monsieur, oui, monsieur. Oui. Sacré tonnerre de bonsoir. Oui, monsieur, oui, monsieur. Oui. Oh. Tahar. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Tahar, qui vous aime. Tahar. Tahar. Aïe, Tahar, Tahar, Tahar. متعود تقعد على الكراسي سيدي هاي تحرك القط القط هاي تحرك تك هل تتحرك كيف فيك سوف تصف انا ولا نحي الكاسكا تحرك انا ولا نحي هات انا وريك نحي تتحرك تتحرك ما تقفش والله لما نحيه الكراسك يا حلو والله لا والله لا وقف 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 يا خوين وقف عم عمشي وقف يا خوين وقف يا خوين وقف ما زلت شاو سنة كتاه خبر كبر ما زلت شاو سنة قبل ما عادش ولا لعب ما عاد ولا فكم هاي هات السيف يا خويا يا خويا يا امشي هاي انا اطلع عليك باش تكتقني ما تحشمش يا رب الحرام لما نوريك اللي عم عامل انا وقران هاش يا سيدي سكروها سيدي هالقهوة علاش يا سيدي شموها سيدي لا لا سيدي لا لا سيدي لطفة لطفة سيدي
ماشي هالغضاب هذي يا ولدي. وين الغضاب؟ وين الغضاب؟ هاي الغضاب ها. وين؟ ها ما نسيت فهم شيء. يعطيك ملعونة. مش تعميني. هاقف انت يا معزة. تحرك. ايجا لوني دنا الهكة. اش تعمل انت يا شباب؟ نلعب في الشكبة. يعطيك كبة على كبة. بايسي انت. ها؟ كي مرتك تجيني تتشكى وتتبكى في البيرو نتاعي وتقولي راهو اجي جيني عقبات الليالي وحيتي كب وحيتي قاعد وما ندرى شنوا ما ندرى شنوا بايش يا بس الشباب؟ لا ما شو باهي سيدي الخليفه. اه انت تعرفني هذا مش باهي. اقبلت من اول تحرك تحرك اقف انت سي الشباب كلام فيك. لا لا ما نقفش انا عجيب والله. قلت لك اقف اقف. لا لا يا سيدي تحرك. ايش دخلني انا قلها اتحرك. لا يا سيدي دور الكلام تاعك. ايش توري ها تحرك تحرك مسيو الكليفة و سي اون مونتاني دو فيون كي بو ايش الهولي. لا سيدي انا خاطيني نشريك سيدي. قلت لك ايش الهولي. لا سيدي والله خاطيني انا. تحرك سيدي والله خاطيني انا سيدي. تحرك سيدي والله خديني نفسي. عجيب تولي لي ثور اسبانيوري هوني. قل لي يا بطي يا وكل قرع يا سمين يا سمين. والله خديني نفسي. يلعب الكريبه براسك باهي انت كامك تجي تمد يدها تطلب الصدقه. لا سيدي مش باهي. مش باهي تعرف ان انا مش باهي. لا مو باهي. عبد ابوسك من هاري تعرف تعرف بوحلال. واش يا سيدي ما قلت لك سير الباتسات هذه مع السحاب راها هوني. اي قلت له يا سيدي ما ناس بهم جاوا سيدي. هاكا جاوا سيدي. اه شوف شوف سيدي. اهلا شوف سيدي حنان جاوا. لا لا سيدي القهوه زاده. لا 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 ولا زاده كان زاده كان سيدي حنان. اي جرى هوني حليلي نحطيني يا سيدي حليلي. سيدي حليلي بجهبي نحطيني يا سيدي حليلي. بردي تتوليلي. خش علي من خاوتي. خش علي من خاوتي. ورزتك كان نحطيني يا سيدي. هاي سيدي حليلي ورزتك. ورزتك. اسكت. بردي سيادتك مرساوي. ليه سيدي حليلي بجهبي ورزتك. ورزتك سيدي حليلي بجهبي يا سيدي. يا بهناس. سيدي حليلي بجهبي. يا بهناس. قول انا بهناس. انا بهناس. شنو انت. شنو انت. عجيب. يا راه دين يا راه دين. لا قول انا راه دين. انا راه دين. شنو انت شنو انت سيدي حليل بجرد ورد لك انا خلي سي شباب اسكت. واش في مش صيف السنه انت فين ناوي مش صيف فين مش تنصب البريكه نتاعك انت في رواد. لا سيدي نحطيني نحطيني ما عنديش بريكه سيدي نعطلني نعطلني. لا سيدي نطلع لي نطلع لي سيدي نحطيني كمل نصب عليك. لا سيدي حليل اقلب واش كمل عليك يا ابو خليل. سيدي سيدي. نعم سيدي. ها انت هوني زادة. اي هاوكا هوني زادة. انت الكلام معاك مش هوني. نتكلموا فين تحب سيدي. فريت الحكاية. فريت الحكاية. شوف مع روحكم. امشي اعمل ثمانية ولا تسعة سويعة زايدة خرج بيها بزايد فصفار. بوكلال ونسي علي ونسي فيت ونسي دو لا جرنادين فور مسيو الكاليفا ونسي دو لي فور دهار ونسي ان جران كافي نوار فور موا ونسي بوكلال كان نحبك خيوتك سلامات ما تسهر لي حد شيء. وي ريان كومون ريان ريان توس ريان توس ريان او
انسي وانسي صافي دير طاقة في انسي وانسي مو على الأردن مو على الدبي أعطيه تاسي الشيء لا تعطيه لا تاي ولا قهوة أعطيه البرد على جنبه ما مسيجاك أنكور ريانتي رمان ريان 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 وخلال شنو أنا قاح المستوحى ناسي شبابوني ما عندك سي ما عندك سي وفريد الحكاية Monsieur le Califat, qu'est-ce qu'on peut bien vendre dans un café, à part le thé et le café? Rien, monsieur. Bien sûr. Il vaut mieux le fermer, ce café. Ah oui, monsieur, fermé. Oui, monsieur. Dis-moi, fermé. Mais elle m'attache. Elle dit le goût de rien. Alors, qu'elle met rien, mais dis le kibla. Monsieur, qui c'est celui-là? Monsieur, lui, monsieur, lui. Qui ose parler en ma présence? Monsieur, lui. Alors, j'entre dans le café, je trouve là, pêle-mêle, hein? Non, c'est lui. Mais qui c'est celui-là? Lui, monsieur, lui. Qui c'est lui? Oh, sacré tonnerre de bonsoir. Monsieur. Enfin, nous. Mais alors, alors! Mais c'est bien lui! Oui, monsieur, oui, monsieur! C'est Bouzir! Non, non, monsieur! Bouzirek! Non, non, monsieur! Bonjour, bonjour! Monsieur Bouzir, hein? Te voilà! Te voilà parmi nous dans le café! Hein? Alors, tu te mêles de tout! Tu mets le nez partout! Alors, monsieur Bouzir! Hein? Allez, ici moi. Allez, barre, barre, barre pas. Ah, harque tu parles de Christ, tu parles de ça. Ah, monsieur, monsieur, tout le monde, barre là, allez. Ah, les gens qui courent à la barre. Harque, aïe, aïe, t'es qui a tenu à la barre là. Quel vexé. Aïe, la toute harque, ma femme chante. Regardez-moi ça, hein? Une bande de feignants qui ne font que jouer aux cartes du matin au soir, n'est-ce pas, vous plaît? Oui, hein? Oui, bon. Vous allez voir, je vous dresserai. Dresser? Oui. Mais c'est de quelques menaces d'être sous ta route que tu n'as pas. Tu as raison, Taha. Eh bien, si nous sommes ici, sur cette terre lointaine, où le ciel et la terre se confondent dans une même aridité, c'est pour vous tirer de l'ignorance et du vandalisme qui règne ici. À toi, Taha. Explique. Y a-t-il quelques mains? الهارت اللي تغلق صحاباتها وتنعج بروقاتها وترزم رعوداتها ما تلقوا كان الحكومة تقطعكم الواد ايه انسي si nous sommes ici c'est pour transformer vos gourmets en construction moderne enfin Oui, monsieur, oui, monsieur. Hein? C'est pour poser des voies ferrées à travers tout le pays. En sec, monsieur, oui. C'est pour construire des autoroutes goudronnées. Arrête, oui, monsieur, oui, monsieur. Et surtout et principalement pour extraire de ce sol des trésors aussi importants que ceux d'Ali Baba. L'Irma. Taha, monsieur, explique. Merci beaucoup, Jacques, merci beaucoup. Aïe, c'est bien.
الحصير يا مسيجات ما خليت لي ما تنقول ما خليت لي ما تنتكلم. كل شيء قلته وكل شيء نظمته وكل شيء زبطته وكل شيء جبته مريقل ومعدول. الحصيل تبارك الله عليك. اللهم صلي على النبي عليك يا مسيجات. أراك قرام. أراك عصي. أراك تصبل. هاي سيدي. هاي سيدي. يا سيدي قريكم. الحكومة راهي ما تكرهكمش. راهي تحبكم وتعزكم وتحطكم في عيونها. الحكومة بكلها تحبكم. بعدها بحجرها بسجرها بطياراتها بقنبلها برصاصها بكرتوشها. كل تعبكم بغنمها بمعيزها بكل تعبكم. ها الحكومة قاعدة تلعب. لا لازم القرابة متاعكم باش تردهم في الليت بالتجارات متاعهم. باش يسروكم الماء في الحيوت. الضوء في الخيوط. الخبز باش يولي اهش من البشكوت. ايش تحبوا كثير من هذا ترى؟ ترى فاهمين ايش تحبوا كثير من هذا؟ ايش تحبوا ترى؟ الماء. الماء تشربوا فيه ازرق ومر ومالح باش يولي في الدبابيه سيدي مكشتي. اما الله غالب الله غالب عليكم ما فهمتوناش ما فهمتوناش وحشمتونا معهم الله حشمكم. عريتونا وصل الله يعني وصلكم. فكرتونا الله يفكركم. جوعتونا الله يجوعكم. كبتونا زوجا اللي كبسعوكم اللي كبسعوكم. هيا الأولاد الكلام اللي قالوا ميسي جاك وترجموا لكم الطاهر انا ما نقفش عنده. انا مش نزيد شيش القديم. انا مش نفسره لكم على خاطر نعرفكم انتم ما تفهموا كان بالاقماع كان بالفلاقي. ولهذا النظام يعيشكم. النظام يلقوكم اقلوبكم. من حب السيدي واحد يتعدى على واحد. لا امرأة تتعدى على امرأة ولا راجل يتعدى على راجل ولا امرأة تتعدى على راجل. واذا راجل يتعدى على امرأة اذا كان في قلبي انا نفصله. نحب الناس الكل تتعدى فوق المادة. ومنظمة زادة اللي يحاول ماشي يزلق امرأة يفقوا هكا ولا يدني ساقوا هكا او كهوة زعما ناوي ماشي يفسد النظام. انا راح نطمي لكريمه نفسد له مستقبله. شنعمل له؟ شنعمل له؟ فسد له مستقبله. شنو ذنبي انا؟ شنو ذنبي سيدي كي انا منظم؟ النظام مش مني انا وحدث. النظام من عزيزي الله يرحمه عدل البابا. وبابا ربي نعم وعدلي انا وانا وكماش نعدي لصغاري وصغاري كماش عدوا لصغار صغار صغاري. النظام عندنا ورثة سيدي. النظام عندنا ورثة سيدي. كل حاجة منظمة في هالدنيا تبقى وكان انتم ما كمش منظمين. تو يجي شي منها القراع يجيب الفراولة. لا ما يجي شي منها. تو النخلة تجيب البنان. لا ما يجيش. جيشي خاطر منظمة. كل حاجة منظمة كل حاجة في بلاصتها. خو انت خو قيدة. انت حطوا قيدة من قدام. شنو تلقى من قدام؟ تلقى فيها تصويرة. شنو اللي تلقى؟ تصويرة. التصويرة هذيك شنو تلقى فيها؟ تصويرة. يا ولدي في التصويرة. تصويرة. لا 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 تلقى فيها جملات. تلقى فيها صموعات. تلقى فيها مقصات. حط قيدة من قدام تزوج بعبوسها من هونية تشيشة يخرج راسها من هونية تشيشة. رجع انت راسها من هونية تشيشة. شو اللي خرج من هونية؟ بابوس. ثبت راسك.
بعبوس العيب. فين قلت لك راس؟ العيب انا مثبت عليها بعبوس. وراني لا ثاني مثبت راس. العيب راك تطلع لي تدمر راسي بعبوس. وليد عمي انا قلت لك راس. العيب خير لك بعبوس. فين قلت لك راس راس؟ العيب بعبوس. ما تكسرليش كلامي خير. العيب بعبوس لك راس. علي بالك فين قلت لك راس؟ راس لك راس. ارمي السلاح القدام. القدام. يديك الفوق. فوق. على ركيب. جيد. ذب العيون. عيوني. سيجاع. وي. تعب طرافي هالمنظر العزيز. أكون ولدهم. إخوة. دم واحد. جيران حيط مع الحيط. يأكلوا مع بعضهم. يشربوا مع بعضهم. أوكا مش يقتلوا بعضهم. مش يفنوا بعضهم. على جلاش. ها ترتوشة متعوقين. ترجم له الطاهر. وي مسي جاك لوي وي كوزان وي مسي بون وي مسي لوي وي كوزان وي بون وي مسي وي لوي مسي وي ريان دي تو ريان دي تو مسي لوي زلمت كوزان مسي فاك كوزان لوي تحمد شوف لنا قيدة من داخل شنو تلقى فيها سيدي في بالك تلقى فيها محلبية ولا بقلاوة ولا عسل ليه يا سيدي تلقى فيها وقيد على خاطر هي وقيدة هو انت عارف الوقيد وقل له اشتق تقول لك هو تاق انا نحبكم كل وقيدة نقولكم اشتق تقول له ايوه اشتق تاق ايوه اشتق ايوه فرد الحكاية رحمة طمي الكريمة يلي يعمل الحكومة قد النكة نعمل وانا قد النكة وزيادة ميرسي مسيو الكاليفا بلمزية زيادة اي ميرسي انكور اي جون مارت بايس جو فو سير لا مان مسيو الكاليفا دايور جو فو زي بروبوزي على ميداي دو برونز Monsieur le Califa, mes félicitations. Nous avons pleinement confiance en vous, Monsieur le Califa. Ça va m'attendre de mouche, allez. Bouclet, vous aussi. Allons, Monsieur Bouclet. Vous aussi. À nous deux maintenant. Vous aussi. Alors, pas café. Pas. Bon. Pâté. Pas. Très bien. Même pas de loup. Pas. Quoi? Alors, Monsieur Bouclel, qu'est-ce que tu fabriques avec la batinda? Batinda? Où est-ce que la batinda, M. Jacques? Où est-ce que la batinda, M. Jacques? Allez, 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 Bouclel, jib batinda, jib. Mais c'est le mal, c'est batinda, t'as qu'à la tête batinda. Blatis, blatis batinda. Monsieur Batinda. يطلع بالباتين ده سيدي برد ايش ستطلع برد فتح سيدي لا يا سيدي لا ملعتش الباتين بتاعك لا تيش الباتين ده ملعتش الباتين بتاعك بس لشاك ازدح الباتين بتاعك لا تقول لي ملعتش الباتين بتاعك ملعتش الباتين بتاعك ملعتش الباتين بتاعك بوكليش انت كلب ومسي انت قلوب ومسي علي جيب باتين ده ملعتش الباتين بتاعك انا قلعت الباتين ده Monsieur, j'ai dit jib batinda, et que ça saute encore. Saute, oui, saute, oui. Aïe, l'extrême, l'extrême, aïe, monsieur Jacques, aïe. Voilà, monsieur le calif. Ah, qu'est-ce que c'est le calif? Attiens, monsieur Jacques. Laisse, monsieur Jacques, il y a un lina. Voilà, il y a un lina, vous allez voir. Mais là, il y a Si tu bouges encore, hein, monsieur, j'emploie la force. Monsieur. Monsieur. Allez devant moi. Tahab, amsik bistanan. Assez à mort. Assez à mort. Ashbik, assez cry. هاي يا سيدي انا شغال في ريه هذه وهاي سمعت القهوة وهاي تهزت البتين اسمي يا عمي يا ولدي تتهز البتين ده ولا تقعد انت شي مهمك منها أبخ البتين تعبوا شعيب المروكي أبخ هالدوزان تعبوا شعيب المروكي القهوة تعبوا شعيب المروكي وانتو خيوش مدخل انت ما قديم صانع
ذراعك عندك وبيرة لمبوش محلول بريختم على روحك. بريختم وليد عمي ولا تموت على اللقمة الباردة. لي باردك اني عارض عليك يا عمار. بلا قال لي عارض عليك. اكتب الشاتي لي من اكتب. يهزي يا راس البلاد. السلام عليكم. صب صب. طاهر. وتصب شيء. هاي. خليني اللي جابتك تردك. عمار اقعد غادي واعطيني وذنك وسخاني. لا نعطيك لا وذني ولا كراعي. هاي. انت لف من قدامي احسن. عمار رد بالك. عارف اش قاعد تقول. عارف اش قاعد نقول سي طاهر. قلت لك امرك امرك تو من قدامي. عمار قلت لك اقعد اقعد. ما نقعدش. ما نمرقش. لاباس. اش تحب فيا؟ اش مرجع؟ من بعد. مسيو جاك وسيدي الخليفة. مسيو جاك وسيدك الخليفة؟ اي نعم سيدي. ليش بعثوك؟ ما يهمنيش. وما يهمكش؟ ما ندريش. ما تدريش؟ ومانيش عارف حتى شيء. وبعثوني ثاني جيل. ايوه. هاي بدت ما ندريش وما في علميش وما سمعتش وكيفاش ووقتاش وليش وعلاش وما نظنش ورا ما يجيش هكا وما يظهر ليش يا زعيم تنتعش. هاو بدا عاد حديث الركن وبعصيص الركن وعقد الركن وعكني نعكلك وكربصني كربص وطيحني نطيحك. هاو بدا سيدي. هاو بس قاعد تقول عنه. هو سيدك محرز ومسيوك جارك هام كانوا هنا. شبيهم ما كلمونيش. حشموا مني زعمة. ولا كيروحوا استحشوني. هيا ستاها. هيا سنين اللي سبقتك ترد. عمار قلت لك بعثوني ليك مسيو جاك وسيدي الخليفه. يا ودك يبعثوا فيك لاباس. انا ما بيني بينهم لا دعوه ولا مطالبه. انا والله ما عملت شيء. الساعه المره اللي انا ما زلت جديد ما زلت فريش. انا ما زلت في فنيه. الساعه كنت في الخارج. والله كنت في الخارج يا سي عمار. اي نعم سيدي كنت في الخارج. صح عليك في الخارج يا سي عمار. اي يظهر لي نعرفوها الخارج نتاعك. اي لا تعرفوها راكم مشيتوا عمايا. يا لا نعرفوش يا عمار. لا سيدي ما تعرفوش. لا لا نعرفوش. وين كنت ترا؟ كنت في نفط. لا ما كنتش في نفط. في دراج اختك. من هي اختي؟ زهر. من هو راجل؟ انا صاحب ولد مهنيه. الكساوة اللي لابسها هذه سي عمار نتاع راجل اختك واخذها من سوق من عند واحد اسمه رابح. وانت جات لي يوم برك. اشتغل طريق على كرعيك الثاني كنت في كرة الشغنان بستة دوه وهك لو تطلع القفصة عندك ما دبت وتحرك اما حاجتنا بيه قبل فهمت سيدي. ستة نعم سيدي فضل. وليد عمي بربي ما تقوليش اي زعمة على حساب هذا ما تقوليش وقتاش تنتوفى وليد عمي. الله يلهينا برواحنا ويعطينا جار بلا عينين خلينا نتنفسوا. بس يا عمار خطوة في العشرة متاع الصباح تكون عنا قدام البيت. أنت ستة للبيرو الملوين شفته ولد عمي وين ما نجي ونقول الله يذهبك يا بليس يظهر لك أنت باش تجي تكلفتنا وتهز تحطني في البيرو ومن البيرو ضاي جوخر ونكون في قلبه. يا عمار يا عمار يا عمار افهم شوي. ها يهديك يا عمار راه موش نع نحط فيك في قلب. من منو؟ انا وسيدي الخليفه يحكم ولا يتمن. لا يا سيدي لا يا سيدي قول انت تهز للخليفه والخليفه يحكم. ما تهزنيش انت تو ما يقاش علاش يحكم الخليفه. ما يقاش علاش يحكم. اي نعم سي طه. اه اي نعم سيدي. يا عمار كي ما نجيكش نا وما نهزكش نا يبعثولك واحد اخر يا عمار. يا سيدي اختاني يا قطو ان شاء الله نتخبط. خلي يجيني واحد اخر. اه والله العظيم ترضاه يا عمار ترضاه يجيك واحد اخر. اي نعم ويهزني واحد اخر. اه والله وكي ما يجيكش انا نتحمص ونموت في بقعه يا عمار. لا لا بس عمار ترضاه ولد عمي يجيك واحد اخر ويهزك ويسلسك ويخبطك ويوقتك ويحطك في قلب وما يهزكش نا ولد عمك. انا خير يا عمار أما خير نسلسلك ناول دعمك ولا نسلسلك واحد براني. أما خير يكسلك نا كرايم كل دعمك كل واحد براني. خير يا عمار أنا خير أما خير نحطك نا في السنون والدعمك كل واحد براني يا عمار. يا ودي ناش مهمني فيك ولا في البراني ناش ملزني ليكم وش ملزكم لي يا رسول الله. يا عمار والله العظيم
ليه عمار؟ شو جايبكم اخوي؟ خليني واحد براني وقيمي انت. عمار ترضاه وليد عمك عمار ما خير القراض نعلقوا له ولا يعلقوا واحد براني يا عمار؟ كيفاش يا سي طه؟ ليه ما تحرمني من قراض؟ ليه اخوي ليه؟ ايوه صار قلت لي من الاول وليد عمي في حد تفهم انت عمار؟ انت مش داري على البيت انتم تترقوا على حساب تكسير كرايم العباد. تعرف كيفاش يا سي طه؟ اي نعم. وليد عمي برا لسيدك الخليفه هكاك قول له قال لك عمار بزور وجهي ما عادش تشوف والله هم في المنام. عمار راك ظلم روحك يا عمار. مشني ظلم روحك؟ راك ظلم روحك. لا باه دبر راسك. انت جيت ولا ما جيتش؟ دبر راسك. انا ماشي له نسيب الخليفه وانت دبر راسك يا عمار. ليه كي هكا يا وليد عمي؟ ليه 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 وليد عمي؟ ما ماتش معايا يا رسول الله. الثرد ديالك متهني والعياط على الزرزور. عمار دي ما بعثوني برالها مختار من بلاه معروف. يا سي صميدة قلت ما نمشيش ما نمشيش. عمار برال مع عمار الكلام كلمة ما شمية. ما نمشيش ما نمشيش برال ما تمشيش. مش يمنى بيك مشيت ولا ما مشيت؟ يمنى بيك ما مشيش. الله يبلعك يقعد يا سيدي. كاك خايف نمشي عماكنا. تمشي عما انت محسوب صورة في تبت يدا باري شد بلاصتك. يا سيدي كان كان ما زدكش نمشي عمال العيد. اه العيد هلا كان يجي مرحبا. شني شني اهلا وسهلا يمشي معاكم العيد. لا 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 قالك انا يا برقادي جداربي نسبهيس نلقى روحي في راحة من عقلي من زرويقتي. طف 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 السلام عليكم. هاني جيت. اهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا. ونزل دكوك في قلبه. لا لا يا سيدي لا تدخل دين الغغير لا تنساني الأقير. صحيتي صحيتي العيفة. هكاك يا سيد الرجال. اسمه واش شفت الرجال؟ شفت العباد اللي تقيس قبل ما تغيس وتعرف واش تعمل؟ ماشي في الضيوف كيفك انت؟ لا نقيس يا عمار. وحدك؟ لا نعرف اش نعمل. وحدك؟ اما لو اللي دعمي انت اللي بعثولك انت اللي تمشي. اسمع عمار العيفة قالك انت اللي بعثولك انت اللي تمشي. هاي قال لي تكمل. ما قلت ما نمشيش ما نمشيش. برار مع عمار ترى كلمة ما شوية. عمار برار برا عمار. قلت لكم ما نمشيش ما نمشيش. ماني قلت لك من مرة ولا ما تمشي؟ ما تمشي من فيك. خلاص دخلني مشيت ولا ما مشيت؟ ها تمشي. شيبني انا مشيت ولا ما مشيت؟ ودي مشيت. واش دخلنا احنا شي هم؟ ما دخلناش وما دخلكمش. لا لا ولا نمشيش. يا رب الحرام يا كان جا عمار بالزور للبي وجا ما كانش نتعدوكم للدوار بطايون كامل ونكرستوكم الكل ونلموكم على بعضهم في الكناين. والله والله انا خلو فيكم لا شياب لا عزايد لا كبير لا صغير لا يلعبوا على عصير كل كرتوكم. ها لا يجرى فيكم عاد نهار اغبش لا زرقت فيه لا سمش ولا قمره. والله امو نعديكم البيرو بالحرام نخبط وغمض عيني لا نعرف حد. وانت جيت ولا ما جيتش تبرز. الو سيطار سلام سيطار. فما حوايج انا تفهموا فيها تو تو قدام الناس. ايش بيه؟ انت عندك ما تقول. عندي ما لم عندي. عارف سي عمار انت عندك ومعمر بيدي. عندي سي عمار. اولا انا ما نديش الكلام نجيب واحد فهمت امار. وانا نقاش لك انت انا نجيب واحد الكلام فهمت يدي ما نجيبش. ثانيا انت عندك التعمير هذه تاعك سي عمار تشهلنا في البيت. برار مع عمار. عمار برار مختار من بلاه مع عمار. عمار رجع ربي برار مخلي يحطونا برار بوك ليه؟ ويش ستة؟ اطلع من البتين يا سيدي. انا بتين دي جادة ستة. انا بتين دي جادة ستة. ايش عندك انت تروح جرب قهوة؟ البتين ده متاع القهوة سي بوك ليه. اي البتين ده ما نعطيتها المسيجا. عطيتها المسيجا؟ اي وقتاش عطيتها المسيجا؟ عطيتها له قبيله وقت جبد عمايه سي طهر عطيتها له. لا يا ابو خلال مانيش مصدق ما بقيتش فيها. لا 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 مثبت وراه زادك وراه زادك انا مدتها له. انت مثبت؟ اي انت مثبت الباتين ده عند مسيو جاك. واخي ما لو ولد عمي انت باش حالتي خدمت بيش ترى لا باتين ده لا شهاده لا رخصه لا حتى شيء. هكاك داز على الدنيا فلانتي من راسك حدث. الواحد يجي يحل جرد نتاع حانوت يرمي فيه زوز حصر زوز زور. قال اش لا باه؟ قال عوتي للهنا. والاخر يجي ما
الشرط نتاع حانوت طايب هكا كما شتي على بعض وصفاي وبقراج وكاس وجرد رديو طايب كذا قال شن قال مقهى الشباب والاخر يجي قلب السوق قلب السوق هذا هو الحمصني ويفرشها من كل شيء هذه مكرونه هذه شلايك هذه صبابيط هذه ما تعرفش عليها شنيا هذه كور هذه من كل شيء عنده شيء وما يبيع حتى في شيء ايش يا ولد هذا نصاب عصري هاي يا سيدي نصاب عصري يا رب الحرام توش مدخلنا فيك ايش مدخلنا فيك من شيء هكاك لا ورقه لا شهاده لا حد شيء الواحد يجي يحلف كما يحب هو ها دير شن انا ما قلنا ما نخدم واش يهمنا فيك احنا خدمت ولا خذ من شوك الكفان هما اللي كيجيبوك على العلومي ها مو خلان واش يلا سيدي هات الباتين ده وشمع على المفتاح لا لا شمع على القهوه هات المفاتيح انا مفتيح وشمع القهوه شمع القهوه هات المفاتيح سي مو خلان شنو ستاه قال وشمع القهوه شمع القهوه ها ما يا سيدي القهوه هذه ماشي سهله سيدي باش يسمعوها اي ماشي سهله اي نعم سيدي هذه بتول معبيه في الكراسه سيدي والناس الكل نسيرها اي نعم الناس الكل نسيرها هذه دمي وعرضي صابوا فيها اي والناس وانت الاول نسالك يا سيدي انت الثنينة اي نعم نسالك انت يا سيدي هالفقيرة الكلبة هذه الثنينة اي نعم هالفقيرة الكلبة تسالك انت يا سيدي فراه سيبو خلال واش تسال نسالك الحسابة بتاعت القهاوي اللي تجي تشرب وتقول لي قيد على الحسابة ابو خلال ليه؟ ايه انت؟ ليه؟ اخ ليه انا اشرب السخاليط نتاعك انت؟ سخاليط؟ سخاليط يا سي طاهر منك تزرع منك البريد؟ ليه جرع؟ اي ليه سي ابو خلال قاعد نراقب تراقب؟ اي نعم قاعد نراقب نخدم في خدمتي سيدي ندري لك اشتعطي تقيت وقت العباد ها؟ وين وقت العباد؟ اي مولاي دارك شنو الطيب فيه؟ اي قليل ما طيب كلبيه يا سي ابو خلال واش؟ عارف قاعد تقول طول في الفلان كاسر يا سي ابو خلال حتى انت يا راح حسب روحك قهواجي ويبيع ويمشي وحسب روحه يشرب ها تتعلم في الحديث دم اللغم يفتح يلا شبر القهوجي بالفتيح دم تو زاد هات الطهر هات الطهر هات هاتك الحسابه ما يسالش هاتك الحسابه حسيب الحسابه بتاعت القهوه يا سي طهر وخلال ولا تتصك فيها اي برا برا ماكم مزعم كان لسه كام برا سكي خيالك عمار برا نخلي قيلوني ما تفتيفتي عمار برا نمشيش ما نمشيش عمار برا نختار ما بينها ما نمشيش ما نمشيش عمار تتخذوا في جرد ما نمشيش عمار عمار ما قلت ما نمشيش عيد وقلت ما نمشيش مش لازم تزيدوا حتى كلمة عمار بنزعلي يا ولادي يهديكم ربي راني تو نمشي يضربوني بثلاثة ولا بأربعة شهور حبس ثلاثة ولا أربعة شهور حبس والله لا كان من تقيش وجهي يمشي غبرة لا لا فك عليك الله لا تمشي ما تمشي لطف عليك يا عمار لا تمشيش ما تمشيش اقعد اقعد عمار ولد عمي لطف عليك فك عليك فك عليك لطف عليك من حبس ايوا كي ولا فيها حبس فك عليك ما لب الحرام الا ما نمشي ما تمشيش يا عمي متك الزهرة عاودي علي ما تمشيش هاي سيدي مالي تخافوا مني انتم ناه نحبوا نموت عليه تعرفوا كيفاش والله الا ما نمشي لكن نيتي انت سي سمير واش كي تعدى دادا بلغ لها السلام وقول لها قالك عمار ولدك راني عند بالي تو نطلع عليك لكن نيتي هاو ما كتبش ان شاء الله المره الجايه ليه وانت يا سي بو خلال واش كان جا حد يسهل عليا تقول له قالك عمار كان ثاني حاجه استناني ثلاث اربع شهور يا تكوب يا بريد يا سكتمبر يا اللي بعده باهي يا عمار وانت سيدي القرب نتاعكم ما هو مسامي الحبس تفكرني ما لبث خيخينا في كل نهار جمعه انت ولا حلوز ما يسالش يجي قدامك هاتو حتى ترب ما يسالش باهي يا سيدي باهي وتوا جماعه انا هاني باش نمشي البيرو الخليفه واللي غرضه باش يوسع باله ويعمل كيف ويتفرغ يجي يتفرغ اي شكون يكلم فيا الكاظم يا مرحبا يا مرحبا شنو حوالك يا كاظم لبس عليك الحمد لله قل لي بلي عايشك وصلت يا منجية اي منجية مرت وصلت سيكنا تعبت ياسر خلاص سيكنا الله يباريني من ذنوبها اي قل لي من وقتاش باش تبدي يا سيدي هالبيعة سهرية الليلة به شكون ما تجيبه صديقة يزي برك ورفيقة زادة عجيب اقتلوني 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 هاي لو تعرف اشكون حذايا هوني انا حذايا طاهر الحباس مش متاع غادي متاع هوني هم متوحم على جرانا
باهي يا سيدي. باهي باهي ودي أتربي مسي جاك. وي توا انا عندي العشرة قد قد عمر توا ما جا ما عرفش ايش يقصد هذا زعما يحب يلعبها بينا. انا ما قلقني حتى حد في هالبلاد يا طاهر غير هذا عمار بوزاورة وهو الوحيد زادها. وهذا علاش نعيط له هنية في البيرو متاعي ما نشوف ما هوني صوبة بعد تشويش متاعه. ولدي فوكوا فوكوا عمار ميشا افكتيفمون مسيو الكاليفا سيتان دي جين اكزاجيرتو ترو مسيو ويمسي موا بيرسونيلمون كوم شيف دو لا جندارمري ناسيونال جو لي مي ان بريزون بليزيور فوا ويمسي وي pour le corriger, monsieur le califat. Je m'attendais à ce qu'il change de comportement. Monsieur, oui. Mais en vain. Monsieur. Bien, monsieur le califat, Amar, c'est un homme de principe. Franchement, il faut le respecter en tant que tel. Explique ça. يا سيدي قالك عمار راجل بالفم والملاح لكن انت الله غالب دايرين به ولاد الحرام. اما ولاد الحرام يا ولدي ويمسي عمار الحرام بيبي يمشي على ساقيه ويمسي وي يا ولادي راجل تلقاه عنده يد في النقابه يد في الشعبه ويمسي وي ويد في الدستور نو مسي الكلمه يا جماعه ما يجيكمش عجب ما استغربوهاش تلقاه عنده يد حتى مع السي جي تي ويمسي السي جي تي وي نو طار جي في نو سي نو 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 ويمسي عمار مي ni destourien, ni syndicaliste. Monsieur Louis. Il n'est affilé en aucun principe national. Monsieur. Amar, c'est un rebelle, voilà. Ibé. Oui, Tar, un rebelle. Yonatif. Ibé. Oui. Vous avez aimé la bille. شنو يا ولدي؟ عمار ريبان اش بيه؟ لو قالك عمار ريبان اش معناه؟ ريبان معناها دنفير ما دنفير يا ولدي ما دنفير وانت لوي بالله يعايشكم سكت عليا توا عمار ماهوش سنديكات نو ماهوش في الشعبه ماهوش في الدستور ما للويه النجاح اللي مصورها لي هونيا اه وي مسي بوركوا عمار توجور فاي بيان مسي سيد الخليف هاي ثم طفلة تحب تقابل طفلة تحب تقابل هي ما طفلة يا ولدي كيف المرأة اللي شفت تشكي يا مسي يحل على فمك في شباب وقول المرأة جات تشكي ما تعرفش سيدي اللي فما فرق بين الكبيرة بين الصغيرة بين المرأة بين ال ها هيا امشي زود هاي امرأة هاي امشي 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 اضرب على ولا اضرب على ولا اضرب امشي امشي على الخطر دورك شوي دورك اه يا اخي تتخاف الحيط لا وسيد الخليفة يعطيك صحة شنو هو تسكك يا سي البغل شو هلا بينا نبغل هشام هشام تنش هو ما تحشمش انت ما تشعرش ها ما تلقي ما تقول اضرب اضرب تشجعش اضرب شنو هاد الطاهر انا فين هوني في بيرو ولا في كوري لا يا سيدي احنا في كوري في بيرو هاي زيدك شوي زيدك شوي تو قلت لك زيدي شوي ولا جاي لي انا غادي تسيد دوري منا دعني دورا بوك بوك يا خربي حق دعبك بوك بو زيدك اشوي زيدك اشوي عرفت تم وفيسي وتكلمي بزربة مزروب اليخ مع الخير يا سيدي الخليف شنو اسمك انت يا وليا ذهبية بنت السبتي بن عمر الحام ذهبية بنت السبتي بن عمران الحمامي شن هو ومنين جبت هاي اخويا العمران الحمام ذهبية بنت السبتي بن عمر الحام وبالفم باهي 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 سيدي بشويتي بشويتي جاني تدخلنا بالحاسة شويتي هاتي شوف
سيدي سيدي ليست هاي سيدي سيدي متاع الكافر متاع الشيخ سيدي انا وكاتب شيخك عارفه سيدي انا قلت حالها قليل سكين انا بدي غلط سيدي سيدي هاي ليست متاع الشيخ الشيخ ثابت وعارف والبلد الكل يعرفها ويعرف الناس الكل سيدي وصحيح ناخذوا عليه بس هاي سيدي هاي ذهبية بنت السبتي بن عمران الحمامي ايوه شني باهي باهي سيدي لابد سيدي الشيخ سكين خذا على الكاتب نتاعه هكاك الله غالب سيدي أما أنا سيدي أنا ما نثبت وصحيح سيدي هاي البلدية سيدي هاي البلدية ديما صحيح وديما مضبوط ما تهمني هاي لله هذا يجي كل شيء ذهبية بنت السبتي بن عمران الحمامي بدأت السنة هذا شو اسم شو اسم شن شن هذا هو اسم ايش نعملوا كيس يا ذكا هو اسمك سني يا ذكا هو اسمك هذاك هو اسمك وثبتي روحك زادا يا اخي يا ذكا هو اسمي واسمي بالذاع لا لا يا سيدي اسمك وبالقانون يا زلمة تلعب انتعك يا عشقة بالحلال لا لا هي ولا دعما تحكموا فينا وتحكموا في البلاد وهي حتى من دوسياتكم غاطة صالحوا دوسياتكم يا ولادي تو يجي اسمنا هو خليفة ربي في الوطاء وهو وزيره ها ما يجي اسمع تعرف وش كيفاش باين بالكاتف انتم البقايع ما لزمتوا هات سيبوها وخلوها للمرأة وريني كيف نخدمها ايه دقة في بلانسي وريني كيف هل لا محسوب انتم حبيتوا السيبها هاكم كمسي ليش وقتي نربطها سيدي نربطها صلي انت يا مرت صاحبي هيا سيدي الخليفة انا مرتك الصاحبي اك الصاحبي اللي هتيه للنقيل الصاحبي اللي لقيته في الزبالة رديته راس شفت ما الدنيا كيفاش تقلبت على راس به عايشك هيا احكي لي بالتفصيل كيف قامت القيامة بينك وبين راجعك والله يا سيدي الخليفه انا راك تجي تشوف الحق هذاك انا جايك انت اسمعني والله لما نقول لك على كل شيء ما تجيش بري غادي وتكلمي اسمعني يا سيدي الخليفه حني يا بنت زيدي غادي شوي سيدي الخليفه حني باش تفهم يا نادي باش تفهم يا بنتي قلنا لك زيدي غادي شوي زيدي غادي شوي يا سيدي زيدي غادي شوي قولك زيدي زيدي غادي شوي برد قلبك اي نعم سيدي برد اتهني اي نعم سيدي ايه قعده سيدي الخليفة حني بحياتي طوى باش تفهم انت عاسم اسمع سيدي الخليفة هذه يا ريت نعرفها سيدي الخليفة ديما ملحومة ملحومة وديما من زنقة لزنقة ديما مثورة فيها شعالة تشعل في راسك تشعل في راسك تشعل في راسك تشعل ان شاء الله في راسك انت في راسك انت بس انا جاي نشكي ما انا جاي نتفرج على خلقتك ولا جاي نضرب عندك في الخفيف ها شاي يعني نسوي نهار كل مرش بشد الصف قدام باب داره ويضرب في الخفيف ويكتب في الحجابات الله 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 ايش يعمل اوقف ايش يعمل يسحر ويضرب واسه معلقه في البلاد وبلادي راهم بعيد والله لا اسمي والله لا انا ادراني نعرف انا والله لا اسمي وراسك انت لا وراس اللي والله لا والله خفيف والله خفيف والله اوقف شنو مصنزعنا كيف البريد استريع تسحر الله يا ساحر يا باحر الله ملا سيدي
ولا نقول اش بيك مرتي من جيك باش تبدلت عليا وانت حاطه الراس على الراس انت وياه. لا والله يا سيدي والله والله على القضيه سيدي نتاع القضيه. هذه باش تسلف في الدوسي نتاعك. سيدي والله قصد عليك. ليه تحمينا في الدوسي؟ ليه تحمينا؟ لا لا مازال. اه مازال. مازال. السيدي الخليفه راه حتى النهار اللي يبدا فيه ما يخدمش يلبس الكسوه نتاعه ويهبط للسوق بعلاكس. شوية معدنوس، هذا يا شوية سلك، هذا رويس الظل، هذا سمينة ثوم، وبعد يتعدى للزنزارة، هذا يا كليف كيلو، هذا كليف كبد، هذا شوية كرشة، هذا عظيم، والدبوزة تاع الزيت نتاع مرتبها كل يوم يعبي هالواحد. أنا أنا يا بنتي اتقي الله يا بنتي أنا نعمل العملية هذه يا بنتي. يا سيدي والله لا سيدي راني حتى كان خديت نجيب فلوس يا سيدي ولا فلوس يا سيدي. إيش بيه؟ إلا بفلوس يهز ويقول ابعث لي سيدي الخليف. لا والله يا سيدي والله. انا سيدي الخليفه بحياه راسك ويطول في عمرك وينجيك ويعليك على من يعدي. انا راني جيتك شكايه بكايه وانت بين لي حق ينصرك ربي. انت ما تعرف راسك. ما نعرفوش يا ولي يا راجلك صاحبي ولد مني ما هو. اي هاو عندنا مقيد هنيه في الليسته بتاع البطاله. بطاله؟ اه تنشعل وهذاك من الناس اللي تنجم تقعد بطاله. كيف الصباح يخدم في البطواء مع العشرة العشرة ونص عندها نصبة تاع خضار يخدم فيها في السوق. وفي الليل تلقاه دوزانة ماشي للدموس والبطالة من جات. والنهار الكل سيدي هو مقلقنا لهلاه وقاتلنا ومفددنا وشاف لي خناقة. يقول لي قيدني في راس ليستا. راني بطل راني بطل. لا تخدم ويلوج على رابعة. اي نعم سيدي. عجايب. وانا نقول اش بها اشطر البيت بطالة وين خدمش اديلها سيدي. نعم سيدي. ها؟ السيدي الخليفة هو لو كان يحبني ويعزني ومدللني وقول لي يا مولات الخير نقول لك هاني هنا. راو السيدي الخليفة راو الخير خير من أهله والشر ما لصع لي جبنا زوزر بحسوب أولاد وبني باهي. البنية سميناها بركان الأولاد قلنا نسموه على جدهم خير باهي باهي. وصار لنا احنا تو متزوجين أربع سنين باهي. كعايش 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 توا مش تشكي ولا قلت لك شوني يجي احكي لي قصه غرامك هوني اشكي وزيدي خلي شوي توا هكا سيدي الخليفه زعما قالوا لي فدلاك وضحاك وسهلوه هكا سيدي الخليفه وانا وليا وجنايحي مكسور وانت تعمل لي هكا الطاهره قوم السي جاكم شو وريلو كفاف مش نظره القرنفل مسي جاك مسي جاك وين مسي جاك وين مسي موا وين موا توا فوار قرن فيلم مسي لها يمسي جو سوي تري بيان دي ليك مو ترم الطاهر عم سيد ما حبشي ما حبشي دي حبة تلوزو امين باهي يمشي انت يعمل دورية نتاعك حبشي سيدي انا عملت دورية والبلاد رايضة باهي تنى الحادي عليا اتكلم لله في عادة سيدي الخليفة والراجل تقلب عليا قلبة واحدة المدة الثانية ولا يسكر ولا يسهر ولا يقمر يا ما نقول لك سراه ولا عامل في خلاء ما ولاك جاي ولا الطاهرة نعم سيدي الوهم ما جبتوش هذا يا ولدي سيدي علاش نجيبو سيدي علاش قالت لك يسكر يقمر يا ولدي يسكر
سيدي ما شديتوش حتى خاطر سكراسي. الحلوف اللي بدا يسكر ويرقد على بلاصته. يا رب الحرام نهار اللي يشد سكر الله ما حاطه في قلب. هلا سيدي. قيد عليه، قيد عليه السكر واضح وتشويش في الطريق العام. حاضر سيدي. ما تهمس. باهي تو نوريك فيه. لا سيدي الخليفة أنا راه كي تشوف تجي تشوف الحق هذا الكل ما يمنيش فيه وما قريت لا شي حساب. أنا اللي نسوى. Écoute bien ça. Monsieur. Laisse-le chanter. Chanter. Allez-y. Assez-y le khalifa, ou les chouani, ou kouani, ou azad araf les mraouf. Où est-ce qu'on est? وانا نعرف الله لا يعرفني في وجوه منكورة سيدي الخليفة والله لا يحذرني ويحذر في محاضر سو هذه راي واحدة وز واحدة قرني واحدة نحنك لو والله إذا نرضى بها خديمة تخدم ما صبرتي خير من قول والله أنت والبربش الزبادة ما لا نحتمك أنت هي خير مني أنا أنا ذهبي يا بنت السبت بن عمر الحامي المهلل اللي مدللك اللي عايش في لظلال ذهبي يا بنت الدار والجدار والمعصرة قدام الدار زوزي يا روحي عالقايلك أنا نعمل تاني من تاني يتوبة والله ساعدها وساعدك ويامها حنا سيدي الخليفة راه ولا مخصصني ولا محوجني ومجوعني انا وذريات وما زالش هذاك الكل يعني زوز وحلك وخلال هيا ما نقول لك زوز تركني ما خلليش علاش نولد أيوة. نقول لك حنا المراه هذه راهي سلبات وسهبات ونهبات والله حتى من السحر سحرات ذهبي انت الواه ما جيتنيش لي انا يجي لي هنا بس قاعدة تستنى يا وليا هي سلي هنا يعطيك بالخير رصاص يتنفس رصاص ما يتنفسش رصاص ورحمة أمي الكريمة إلا من شوشك العظمة طاهر امشي جيبه سيدي راجلها سيدي ما لا راجلي أنا لا سيدي على خاطر رجلها قطع الحد الواد سوف وهرب بشلبية شنو هو تنعود ايش بها هرب بشلبية وانت مثبت مثبتين ولا ثلاثة يا ولد مثبت هرب بشلبية مال عرب
ربي انا سيد يا ولد الكافر. اهرب بشلبي يا راجل يا سيدي، اهرب بشلبي وقالك جمني وطحمسي وما عادش رجع لكم وتي وجني ومشاو. لا تزرادع لا تزرادع. واش درت لهم راسك؟ واش عملت لهم راسك؟ واش عملت لهم راسك؟ اشبه المرأة ضربة ضربتيني ويا طعي علي اعمل هولي اصبح زي المرة انت تدخلي هيك اشبك هاي ترى يزينا بالحزب تعكس يعني حساس تدي ما يرد انا نعرف وضع ايه لا 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 سيدي الخليفة اللطف عليك خليني هيا بعد للي عليك الصادرات والواردات تتبلبلزم بدنا هاي حرب سيكنا هو هي وكتبك وتنوحه ولا من وراني فيه في الدار كيف عامل معاها روح عفريت وسبع عروس قل لي نعم انت تويك مع شكون عايشة سيدي عايشة كأنها وزري رياض بارك بارك لا ساعة ساعة طل علي دادة ولا تبعثني حويل هذي كان وجارك اسمع 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 انا نعرفك لكن بكيت ما بشكيت يلا قلب يخليك لا ما عادش في عادش كاتس انا كيان ومشي ومشي ليش لا بوري بوري سوماري اتنم فو تتنزي مسيو الكاليفة كون ابندون النزيبال كرياتيف الفول مسي جاك وي مسيو الكاليفة الفول يجي لي اللي ما عندوش زروش للا تحبسي تخدم على روحك انت باش تعيش تاع الصغار اي والله ماذا بيا يا سيدي الخليفة هما وين تلقاها الخدمه شنو في مش تلقى الخدمه على شكون ترضى انت جدرميه بارشيكا القرايديه بارشيكا الجناير بارشيكا ها على شكون ترضى انت ها سيدي سيدي ليش هذا ما كل ليش هذا ما كل سيدي ليش سيدي انا المال باش نشرب السدره سيدي الزيتون عاونا بيه سيدي اسمعنا سيدي علاش ذهبيه ما تخدمش في دارك انت سيدي وانت في عوض باش تاكل في الناس تروح وحل ديرك هي تهنيك على الدويره وانا نهنيك على القضيه سيدي من ناحيتي انا ما راش مانع يا طار الساعه هي انت تعرف تنظفها نعم تعرف تغسلها؟ نعم تعرف تطيبها؟ نعم هي تعرف تحددها؟ ما نعرف سيدي نحدد نادي نحدد نادي باهي يا طاهر قلت لك من ناحيتي ما راسي مانع المهم هالقليله هذه ما تقعدش ضايعه بارك الله فيك سيدي ما دام كنت معانا والله ما نضيعها سيدي بارك الله فيك الله يخليك لينا سيدي الله يخليك لينا هيا لله هيا لله إذا كتب لك شفاه يجيك طبيب الباب الدار كيفاه؟ للا منجي للا منجي يا للا منجي يا للا شنو يا ولدي للا منجي اش دخلك فيها انت منجي؟ لا للا منجي يا سيدي ما روحت لتونس سيدي للا منجي روحت لتونس مسكينه ما نجمش تعيش في بلادنا قالتها يا سخانه ها وشيلي ها يا عقارب مسكينه فدت روحت لبلادها عاد انت باش تقومي بالدويره ساعتين ولا ثلاثه في النهار ما كثرش وخير شر افلاساتك تقبليهم كارت تحك كارت علاش تعظيم عندنا اش قلت با يا سيدي اللي تعملوه انتم راهو الكل مبروك صحتك اما على شر اي فضلي وش شنو الشر اي جيبوا لي راجلي الساعه ايه احنا اش قاعدين نعملوا هنا جيب جاك وي قالوا لو كان مغضوي كان خرجوا التليجرام الوالد صوفي يجيبوا راجلها كوت كوتونية ومسي ديما وي صورتي التليجرام ماري جي بيان كومبري مسيو الكاليفا vous avez l'autorisation ارسي فات مسيو الكاليفا ارسي مسي ارسي يساعدك شي هلا لا سيدي الخليفه يكثر منكم الناس وبارك الله فيكم وينجيكم ويعلي كراسيكم يا سيدي الخليفه امين والله لا ينحيكم علينا ان شاء الله ايه حتى انت سيدي الخليفة تراني قبل ما نجي لهنا سهلت عليك قالوا لي راوي خليفة بالفم والملاء راوي خليفة ولد ناس والله حتى المسيو جاك ما يخيبش الحق تعرف اما انت طاهر ايه قول لي
امين امين يا رب العالمين. زيد ترا زيد عاود تقول امين امين. يكون با والله سعد. يا ولدي نعم فيه نعم سيدي. ايجا هون تعرف هذا سيدي؟ شنو نعرف سيدي؟ جيران وكان بنت عم سيدي. بيه 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 سلمك الصدر. طوانا محرز الترجمان ولد الشطوط ولد الحوت ومسي الوية الوية مسي محرز الوية الوية مسي فيف دي بوسون مسي الوية. هيا نمشي يا جماعة، أنا نمشي ناخو معاهم وثن القفة، نمشي نعاونهم في كل ما وحاجة حتى ترسيلي مش نحل مشكلتي ذي شلبية اللي فاس عبراس الذهبية. ويمسي شلبية صوتي مريض غبية. مسي جاك وي انت تتصورسي امرأة توكل راجلها في راس بوكشكيش. ويمسي سي توانسي وي توانسي ديسين توانسي ديسين توانسي مريضة بيا مريضة بيا مالجي 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 مرميتي سي مالجي كاش كاش بلافون سي وي مسجا وي امرأة توكل راجلها في في كوشنو في جرابة. وي مسي مريضة بيا مالجي مرميت مالجي مالجي مسي وي بيتي مسي بيتي وي بيتي توكل فيه في قلب بهيم. اوه وي مسي مريضة بيا مالجي كور مسي كور 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 مسي كور ها مسي 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 والله كان يزين الخدمة نهار 24 ساعة انا في الخبر تا عمار متاعكم جا سيدي وحل فينا شانتي ودقدقني خلاص يا خدمة خدمة ما كنت فيه شدر مية ساحتوه مشات عدل شا مشات احنا من والديك مشاسي. قل لي شكون هذا عمار؟ نعم عمار بزور طرته عمار اي طرته مشى كانت في جدرميه مشى اي مشى جمله واحده اي مشى يا ولدي بعث لكش طارق قالك طرده. لا ما جانيش جيتك سي انا قلت طرده. لا حتى انت ما جتنيش اما الواحد طرده تي لا نعرف خدمتي عاد سيدي الخليفه. تعرف خدمتك يا عبويانا نخدم واحد كيف كنتي. نعم بويانا سيدي نعم بويانا سيدي هو عمار سيدي الخليفة. امشي بالجري على طلعتي كرسي قولوا سامحني سي عمار. يا ولدي لا عمار بزورة سيدي امشي اخذ عليه طاهر يا عمار طاهر برا انت طاهر يا عمار بزورة طاهر برا انت طاهر يا برا برا انت طاهر شنو هذا سيدي الخليفة؟ شنو هذا شاوش يزوز اللي حب يطرد اللي حب يقبل اللي حب. في هالبلاد شنو هذا؟ الله غير شنو هالنظام هذا يا طاهر؟ سيدي والله قد ما فهمت قد ما خبطت ما حبش. يا ولدي شنو هالنظام؟ خويا الله غير والله. الو مسي الكلفة اوه مسي الكلفة ربني بوفوس الو مسي الكلفة مسي جاك وي او شي عمار خليه يولي لي انا انا كما نعطيها ضمط نصوبي هنا عمي وتو تشوف محرز الترجمان يجيبو تحت ساق ولا طهر ترجم هيا اتحرك وي مسي جاك عمار فولي بون شيا تيا 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 وي مسي كاليفا دي وي دون شيا اوس وي شيا وي فهمت كين جي تري بيان كومبري مسيو كاليفا vous avez bien fait c'est une politique comme une autre faites monsieur le califa nous avons complètement confiance en vous. D'ailleurs, monsieur le califat, je vous ai proposé à la médaille d'argent.
مين فيليسيتاسيون تري بيان مسيو الكاليفا طه مسيو دوفو موا طه زوز لي عمار وقعت انت البر مبروك سيدي لشان جديد بيه بيه سيدي يرد بيك من عمار سيدي ما كعرف مش شاكت قربة ينسيك ودي امشي هيا عمار تزور 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 عمار شنو حوالك صباح لاباس يا سي محرز كان خليتونا انتم ترانكيل اقعد اقعد يا عمار لا ما يسالش خليني واقف يا سي محرز ايش رايح روحك لا لا ما يسالش خليني واقف يا سي محرز راني ما نطوقش القعده سي محرز جا طاهر الحباس يفركس عليا قال لي راه سي محرز حاجته بيك اي نعم خويا راني ما عملت حتى شيء اش فهم ما فما كان الخير يا عمار ما فما كان الخير قعدانك هونيه بالخير وخرجانك من هونيه بالخير عمري ما شفت الخير في هالدنيا يا سي محرز اللهم من بابا ويما ومن اللي ماتوا يا سي محرز تبدلت الريح وتبدلت المشاميه ما ولا كان السخط والمزير يا هابطين عليا من كل جهه وشيره يا سي محرز عمار معناها انت تحب يعملوك خاتم على قد صبايعك لا لا يا سي محرز ما تبدانيش بالكلام بشوي بشوي ما عمري ما نحب يعملوا لي خاتم على قد اصبيعي اما ما نحب يزاد حتى عاد تردوني خاتم على قد اصبعكم معناها انت ظالم تحب تولي مظلوم سي محرز لا كلمة ظالم نحبش نسمعها هذه يا سي محرز ما دينا مظلوم يا سي محرز هذا هو يا عم لا يا سي محرز هذا هو عم لا يا سي محرز هذا هو عم لا يا سي محرز عمار هنا انت انا عيطت المراقب في قفصه ورالي دوسيك لقيته محمم مسود ما يطاش قال لي يا محرز ايه ذا يلزمك تتفاهم معاه ويا اما ويا اما وين عمر نجم تتفاهم معاك يا اما ويا اما انا قلت ليه يلزمني نفكر كيفاه عمار باش يعدي بقيه عمره معانا سلامات سي محرز ما تغلطنيش وما تغلطش روحك انت معرف ما فما حتى بشر في هالدنيا يضمن روحه باش يكمل بقيه عمره سلامات ولا غير سلامات يا سي معرف يا عمار بيد الله والمكاتيب بيد الله يا سي محرز وياتهم الرجال عملوا كما كنت تقول وخدموا وجروا ووضعوا وجبدوا من يمين ومن اليسار ومن تالي وبداوا ما خلوا حتى شيء عملوا باش يتهنوا على نهار اخر ووصلوا الروس للجبال لا تكيوتك فيهم طاف جوا على كرايين من جيتني من الاول يا عمار جيتني من الاول رو حلينا هالمشكلة رو طاح الكيف على ظل يا سيدي هل يجيك في لك هاي نحلوا هالمشكلة ونطيحوا الكيف على ظل جيناشي للصواب شنو جيناشي للصواب يا سمعه تيني انا قلت غير الصوابنا ما نفهم حاجة غير الصوابنا ما من نعمل كان الصواب وما نفهم كان الصواب وما نركح كان عمل الصواب يا سمعه على شك يا سمعه تو هكا يا رسول الله يجوا الناس يغلطوك يعبونك وذنيك يا سمعه ويبدو يكلبوا عليك ويتفوا منا ومنا يا سمعه وانت حال وذنيك الوذن قدك يا سمعه تحل عينيك وشوف يا سمعه تحل طل علينا يا سمعه وكلمنا رسول الله عمار مش ندخلنا احنا في كلام الناس وتخلويطهم يا ولدي كلام الناس ايه كلام الناس هو الكل يا سي محرز الناس اللي حبوه يهزوه اللي حبوه يطلعوه واللي تتفاهم عليه الجماعة مسيكين تتمسح به القاعة يا سي محرز
ليتنا يا ليتنا نرتاحوا من كلام الناس ومن تبربيش الناس ومن تفتيش الناس ومن تنتيش الناس، وحتى كما قال ربي سبحانه وتعالى: من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عمار، أنت تعرف الكلام هذا كله؟ نعرف، وش يخصه؟ علاش ما نعرفوش يا سمعت؟ هم بشر لي قدامك، أنا مشني حاجة جايبها الوالدة يا سمعت. أنا كنت مدب نقري في القرآن الكريم لأولاد المسلمين في الصحراء وفي البادية، وكنت نخدم ونجري ونلهط وخدمتي ليل ونهار يا سمعت، وهذاك أكبر أجر لي عند ربي. واللعبة هذه لو انت يقول حياتك مدبها ربي ربي تقري في القرآن الكريم، من بعد تخلب بالوضع وبدلت المشامية وليت فرح داس يا عمار. ايش تحبنا نعمل يا سمحر؟ الواحد في الدنيا هذه ما هو وين ميحريحة. ده عمار، من هون يماشي انا مش ناقف جنبك. مرحبا مرحبا، شوفي جنابي فارغة والله ما نكسب حد شيء. أول حاجة مش نعطيك خدمة. ايش بيك؟ لا نحب نخدم على روحي، إن الله يكره العبد البطال. يا عمار، نعم؟ تحبسي من غدويك تجيني للبير ونحط كاتب؟ كاتب؟ إيه؟ باش يجبدني من الحبس يدوكني في سيلو. ثمانية سوايع وانا مسمر فوق كرسي بين اربع حيوط. قال له واشي؟ قال له متوظف. يا سي محرز ما تلزش روحك وما تعبش روحك، انا اخويا راني ولد الصحراء منظاري بالشيح وبالعرعار ما نطوقش الغط نتاع الدروين. به عمار. نعم. تو انت صحة الدم كيك؟ لا تشكر للدم سي محرز. لا تبارك الله عليك، عين ما تبرك كيك. اتحبسي من غدويك تجيني للوجاق نحطك صبايحي بجرادويتك. ايه؟ صبايحي بجرادويتك؟ ايه؟ هاي اش مازال عاد في الدنيا الكلبة؟ كان عمار بزور لانقر، نلبس كسوة العاكمي الزرقاء ونحزم روحي بالسبت ونكبس رجلي بالززمات، خلي عاد نعود ندق في خياني في قلبه أفواجا أفواجا. حبسي قهوة. والله على الدمار جيب لي قهوة زيزوة بلا سكر. تو انا قوارز قدامك سي شباب. ما قلت لي تحبش قهوة سمح؟ من قصدش نقصد تحبسي انت تخدم في قهوة. انا نخدم في قهوة؟ ايه، من كنت مدب ونقري وشيخ من الشيوخ نولي خويا بسنيتي فيدي في قهوة، وانا من حصير لحصير. اش تشرب انت؟ اش تشرب انت؟ اش تشرب انت؟ لا يا ولدي لا 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 موسى. اه عرف وين في القهوة اللي شددها بخلال بسيف وقتي نعطيه هيك لك انت بسيف رسمية يساعدك شي يا سيدي؟ قهوة بو شعيب المروكي. ايه هذيك قهوة مقيدة فلسة والديون في الكرارس والماتريال نتاعها طايب. فك علي يا خي، حتى البتين دي ماشي باسمي ومشي باسم ولاه وفاك همسي وجعك. فك علي ما الهدرة خي، فك علي خي عمار خي ترسيلي خي للولد ولدي خي، وانا اصبعي غارقة في التنوى وانا مبمبي في البابير. فك علي خي. لا عمار لا عمار، انت ما يهمكش في الفلوس، فلوس عندي انا نعطيك حق القطعية وزيادة. الدوزانة نشيلولك دوزانة جديد لان فاتها عندك، البتين ده باسمك، الاوراق باسمك، كل حاجة اللي كنت بوش عيب المروكي جيوني أنا وي. لكن يا سي ما لكنش يا سي محرس، ما محرس راهو ما راهوش منبية. أقعد يا عمار أقعد عمار، دقيقة من زمان وكل شيء يجي عندك وما تغضبش. ما بنك يا عمار. واش بك غضبانة يا ليلة؟ واش بك غضبانة؟ واش بك غضبانة؟ إجا احكي لي يا زعبانة. واش الهضرة؟ جاي البيرو الخليفة معمل على بودفة حتى ولد غضبانة وزعبانة
وزعم ابن مجد راسي يحب يعطيني قهوه ويحبني نولي ملاك وعندي راس مال وعندي خدامه ودبك وماشي وجاي مش منزلوا على الهضره. وما من دابه في الارض الا وعلى الله رزقها. بالك حتنا تتقعد لي الايام وربي تيتفكرني بخير وانتو حتنا نتفرهد ونتبحبح او حتى حق القطعيه قال لي نعطيه لك. باش نقول له يعطيني قول يعطينا 1200 فرنك بلا شويه نبي ديني فارس نقول له 1300 سينا ما باش نمشي للكاتب ونقول له قال لك سي معاذ اعطيني واعطيني طيب الورقه ونقول لي صح وما عليك كالي بوز. نضربك 13 نضربك 1300 ونحطهم في جيب ونتم تعدي ونمشي اي نمشي طول نجري نمشي نتعدى 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 للزحام نقول له اعطيني 10 شكاير في حلمي ونقول له اعطيني 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 4 نوافخ واعطيني واعطيني شنو الاخر وبعدين نتعدى لشعبان نقول له تراسي شعبان اعطيني التاي الاحمر والتاي الاخضر واعطيني التير واعطيني الرباطه واعطيني نتعدى للفرجاني نقول له فرجاني اعطيني اعطيني البشكوطه اعطيني القزوز اعطيني السكر اعطيني الحشيشه الخضراء نهز من عنده كل شيء ونعبيها من الزحوانيت ونادي شبيح ونقول له يجي شبيح يجري يحط كل شيء فوق البرويطه ويتم يدز في البرويطه وهي تتكلكل بالخيرات وبالدبش ونقول له دز دز بركه ما تخافش زيد قدام زيد قدام ساعد الخط اللي يتبزع اسمي غادي عبد من هنايا كاكا عندي راكا حطيت ويوصل مسكين والعرق بتاعه وشربت له ويحطه قدام القهوه ونجم ونبدا نخلص فيه ونغمض عينيا ونخزر هكاي نلقى الصناعة بتاعي التجاره ونلقى بخلال مسكين فرحان ذاك السلعه ويهزها ونجي نعمل ببعض نعمل هنا الطاي الاحمر هنا الطاي الاخضر هنا السيرو هنا الرباطه هنا البشكوطه هنا الصندوق اللي تنحط فيه الفلوس وتبدا هكا القهوه تعمر بالزرع هكا قهوه تعمر بالزرع تنغل بالبشره غادي جماعه تلعب في البليدي هنا في التريسيتي هنا في الشقبه هنا في صاحب الطري هنا في النوفي لكن من غادي نغنغ وين يجبد تجي قارعه مسكين اللي من هنا يا حلو في ظهرني ما لقيتها وين يجبد تجي نوفي في الحلق ونبدا انا شايخ والفلوس هابطه عليا داز الفلوس حق راهو الكريدي في قهوه عمار بالزور ما يدورش شنو الريقه شنو الواحد يجي للقهوه يقول لك كارديني قهوه شنو كارديني قهوه ولا تراعطيني رشفه شنو اعطيني رشفه قول الكلام عندي قدريه انا ولا عندي عيسويه ولا عندي حزب اللطيف انا عيب اقلب وجهك من قدامي اقلب وجهك من قدامي سي عمار قلت تقلب وجهك هاي سي عمار فضله سيدي قضيه البتين ده وهذا يا سي عمار الانفتيح هذا سي عمار هذا انفتيح اي نعم سيدي اما المره الجايه لا كان معاملين تجيبوا لي مفتاح قولوا لي نجيب كريطه اسمع سي عمار سي عمار افهمني ولد عمي ولد عمي انا يا طب انا يا تهريك انا قتلت لي في جرتك ولد عمي اخدم على روحك حاول تنفذ حاول معدوله حاول مشمخه حاول منوع سيدي اخدم على روحك ولد عمي فوقنا من بلادك بتاعك يهديك ولد عمي عمار يا سيدي كل حد ربي يعاونه واللي شاد ثنيه يوصل لقدام امين يا رب سيدي تقعد بالسلامه يا عمار ان شاء الله اشوفك المره الجايه امين يا رب قول سي عمار نعم خايف سي عمار قول دخل ليه تشبيك خايف وكنت ملم روحك تشبيك معاش بينك مع حد شيء سيدي انت راك كنت تدعي سيدي انت راك كل شيء وما بيناتنا نحيك البيعات الكل نحيك يا سيدي اليوم من جديد يا سيدي شبيك يا سي عمار هاولا كان انت أزمة أخي أعطينا جنب كل شيء هنا يا سي عمار شبيك رأي الشيخات والديكات هنا الشيخات الكل كان هنا يا عمار غير افهمنا برك افهمنا سي مالي سي عمار أخدم على روح كل دعمي وإحنا رو ماشي هنا هنعطينا القهوة هذا قهوة لا يا سيد إحنا باش نكونوك باش ردوا منك معناها انسان محترم وصعب قيمه وصعب مال ولبس عليك وانت شايخ ومنفنو وديما عينينا من وراك ديما عينينا ما نسيبوك انا راه ديما متولهم بيك وتنكلموا عليك انا تحب نكلموا ولا خلينا نتكلموا عليك سي عمار تفضل وربي يعاونك ومكهو سيدي بارك الله فيك ويعطيكم الصحة سيدي بارك الله فيك على رويحتي سي عمار نعم سنة سنة عمار ما واش مزروب شوي تخيل تعرفش
تعرفش ذهبية بنت السبتي بن عمر الحامي؟ ذهبية بنت السبتي بن عمر الحامي؟ اي نعم. لا ما نعرفهاش. اما انا كان حاجتك بها. هيا لي للبيرو. هيا لي للقهوة تونوريها. يا ولدي شنو نعرفها؟ فين نعرفها بالتعرف يا سي عمار؟ حاجتي بك انت يا سي عمار تعرفهاش. لا قينا ما تلزنيش على كذب. لا ما نعرفهاش. الله والله راني بعت النساء هذه راني مشني لك كل فهم. يا عمار يا عمار يا عمار هذه راي امراه. هذه اخرى شنو راي زين عايزين نحبش تقول سمش عذر تقول لي خلص. اللهم صل على النبي عليه. هاي هاي راي هاو الشعر. اللهم صل على النبي عليه. اللهم صل على النبي عليه. مبروك على رجلها. وين رجلها سي عمار؟ رجلها خش الخلاه وخلاها هامله مسكينه هي وزوج دريه مسكينه هوني هكاك في حويه مسكينه. ربي ينوب علينا وعليها. امين يا رب امين. من مسكينة جبت سي عمار والله الواحد هكا تشد حالتها مسكينة. جبت وشكت لسيدي الخليفة وقالت راني هكا قيمني منها الراجل وفديت منها وطلقني منها. سيدي الخليفة حن عليها وطلقناها منها. قالت لها ريحني منها فطلقت. عاد مسكينة كي طلقت لها سيدي الخليفة تو انا حن شكون يكون باش يخدم علي دبروني في خدمة. قال سيدي الخليفة اي نعم حاضر باش بنتي دبروك في خدمة. هيا كي ريت سيدي الخليفة هكا بقى يلوج كيفاش باش يخدمها ويفركس مسكين. قلت سيدي الخليفة هيا هزيت انا وحطيت هزيت. قلت سيدي الخليفة خدموها في الدار هذيك. قال سيدي الخليفة نعم تخدم تتفضل. لكن انت سي عمار احنا كي جينا نخدموا فيها سي عمار. قلت سيدي الخليفة تو هذه مرأة ما عندهاش راجل. اي نعم. انا ما يساعدنيش نخدم المرأة هجالة في داري. اش يقولوا علي الناس؟ لا ما نمسخش عرضي. اللهم نشوفوا لها راجل. لا عنده الحق يشوفوا لها حتى اثنين وناجم داخلين. حتى انا قلت اتهنى سيدي الخليفة البيعه هذه سيبها لي انا ما نعرف لمن نعطيها ومن نود بها. قلت له هذه ما يهنين عليها فضل قعد تقعد. قلت له هذه ما يهنين عليها كان كليدن عمار. ايش بي انا عمار؟ عمار بزول خير. لا انت سبع رجال ايش بي لا ناخذ امراه تاخذ حتى زوج. هاكو فرحت هاكو فرحت هاكو فرحت الله يجيك الطاعة. لا ناخذ امرأة ونبدأ داخل عريس يا رب يصلي وسلم. اي نعم سي عمار اي نعم اخوي نلبس جبة نلبس بطويل نلبس برنوص نلبس مزوج ونلبس حتى يكون شكري سارك عمار. اوه اخوي الطاهر اللي دعمي لما عدرا لي جيتني به يا راجل لا زال ونفضان نتاعك لا مخذان ننسى سهل لا والله ما نكسب حتى فرنك. الناحية هذه سي عمار تهنى ما يهمكش حتى في شيء. كيف لا ما يهمكش والله صورتي اللي نكسبه يا عمار. برر وما عندكش برر وما عندكش. تزوزوا فقراء يغنيكم الله. تزوزوا فقراء يغنيكم الله. اي نعم سيدي تو اي تو تو. ايش فيك دارك باش الطاع؟ اي نعم. قول تزوزوا اغنياء تفلسكم من نساء. عمار لا عمار واش تحتز قف اللي يقطر ولد عمي. عمار انت ما جربتش انت ما خديتش وما تعرفش انسى ولا فودي ثمان ساعه من ساعه عمار نسى كل ماشي كيف كيف مزيان برك قال انسى انسى تاع باين عليك تعرف انسى بالحرام كل حمص على بعضه كيف كيف. لا عمار توا ولد عمي يا خويا انا ما نحبش ناخذ حوت وخلي في مراه بالسيف اخي بالذراع هو ما ناخذش. يا عمار توا انت وين تدري على ذهبيه يظهر عرقوبها خير جا ربي كيفاش العرقوبها خير طاعت كيفاش عرقوبها ونسو بلا فانس ما نكسب حتى فانك اش ما نكسب من الابيض كان سنوني نجي ناخذ امراه وندخل هكاك ما فما حد شيء تو كي تجي تكركر دار بيها وتجيب هذا الرجل قول العكس هو الموجود تجيب دار رجلها تكركرها دار بيها في المراميط لا خايفك عليه كان خايفك. عمار قلنا لك خذها خذها اخوي ما ناخذش لا ناخذ بالسيف ما ناخذش يا سيدي. عمار قلنا لك خذها خذها اخي ناخذ بالسيف يا سيطار. لا يا سيدي خذ بالقانون. انا قانون قانون القانون تهزها وتمشي تعقد عليها وتاخذها يا سي عمار هذا. لا يا سيدي ما ناخذهاش. لا لا تاخذها يا سي عمار. لا يا سيطار تاخذها يا سي عمار. يا سيطار تحبوا تاخذوني في امراه بالذراع هكا
نحسب وسي طاهر الحجر من يديكم تفاح. اي نعم سيدي. ونأخذها. اي نعم. لماذا تأخذوا فيه فيه؟ على خاطر تحبوا تخدموها في دار الخليفة. شبي؟ وباش الخليفة ما يتمسخش عرضه. يقولوا مرت فلان تخدم عند فلان. شبي؟ لكن انت كما يتمسخش عرض الخليفة سي طاهر ومرتنا تخدم في دار الخليفة زعما يتمسخش عرض عمارة سي طاهر. ولا ضربة في غير جنبك كأنها في حيط. عمار عارفت قاعد تقول عارفت قاعد تقول يا سيدي الخليفة وما ترك ما تحطش بيك ياك فهمت؟ طهرك ولد عمي اللي صرني صرك واللي ضرني ضرك طهر. اي نعم. ورد بالك فرز الابيض من لك حل. عمار. انا عم سيدي. يا سيدي خذ عندك ما هذا قرار هابط من فوق اللوطة تاخذها تاخذ. هذا قرار هابط من فوق اللوطة نخذها نخذها. اي نعم سي عمار. ما لا سي طاهر شد عندك القرار. القرار طالع من اللوطة الفوق ما نخذهاش. وهنا تو نشوفوا طاطي يغلب من فوق اللوطة ولا من اللوطة الفوق. باهي سي عمار زيد زيد كلام زيد. قلت لك ما نخذهاش ما نخذهاش. عمار سرسع احنا رانا وديناك بها وانت ما حبيتش تفهم. يا عمار راهي ذهبية بنت السبت بن عمر العامي وما دراك. انت خير منها. باباك خير من باباها. جد خير من جدها. ها ها بنت الدار والجدار والمعصرة قدام دار قم الابراج. ها ها قبيلها بمكعك. ترى اركم من تركوا فيه ترك شيء ما عاد فيه. ها ليه ليه انت انت تراه ما خديتش تراه. ها مشي تراه. خذ مراه خذ هالمراه واعمل دار ودريرية وتعود تراه. ماشي على السوق جايب قفتك وكلوليدات وكبنيات يتناطر وراك وقدامك. ايه انا خير ليه انت تراه قولي تراه انت اسبانطوط لا قفة لا كبوت ها امشي هاولي دارها في الكودية الشرقية فوق باب دارها خمسة وحوتة ظهرتهم شباك ودفتين احفظ مليح احفظ مليح شوف لها ونصف وكان عجبتك خويك ليه ليه انت انا خير تعمل معارف تعمل عارف تشوف كيفاش نقوم لك والله تعجبني يا عمر سد العريس ما حلالي عرسك يا عمر يا سيدي ما حلالي عرسه بالعوادة بالعوادة الله لا يبطل وعادة وإن خاف علي خمسة والخميس علي يا سيدي ما حلالي عرسه عذر بيا عذر بيا عام الجاي بدري ببنيا ونخاف علي خمسة واللي خميس علي يا سيدي ما حلالي عرسه بالعوادة بالعوادة الله لا يقطع له وعادة ونخاف علي خمسة لا لو حسيت الغرام حسيتها وعادت زعم هذه هي دار ذهبية زعم هذه دار ذهبية بنت سبتي بن عمر الحامي هذه الكدية الشرقية وهذاك الشباك بودفتين وهذه الخمسة وهذه الحوتة ما يعلم ربي بحالتي إن شاء الله بركة غير تظهر هنا في الدار خلي الواحد يكلمه وتتعدى البيعة سلامات خير من الواحد ترسيله تطبطبوا عليه تبداش بيت عميها دداها زادا نولي واحد يا رب يجيبنا في الصواب نهاري متعذب وقلبي طالع وهي راي مش داري على الدنيا راي ممدودة وساعة ساعة تتشقلب كل فرص الشابة
يقول مين هو؟ ولا صدار وانت مين هو؟ انا عمار. انا عمار يا ولدي. انا عمار بوزور. ايش بيه؟ ذهبية. واش؟ انت ذهبية؟ انا ذهبية. اسمع نارني عمار بوزور جاي نخطب فيك على سنة الله ورسوله. كان بنية عمي اشتهيتي وحبيتي ما ليك وانت ليا، وكان اخيتي لا اشتهيتي لا حبيتي، لا طاح لا دزوه ليا وليك ربي. صار انت عمار اللي حكى لي عليك الطاهر وقال لي تو نجيك ناويات. اي ما هو؟ اي من هاك وحدك هاو الطاهر مش عماك وين؟ اخيتي طاهر ليش يجي عماي؟ الناس هنا ما بيناتنا الاثنين وهالثالث وين؟ هيا بنية عمي خليني نتفاهم انا وياك. هيا تو نقول لك كل يمتين وبري على روحك. هيا استنى شوي هاني تو نجيك. ايه؟ هاني نجاتك. حليلي مسهدها. كون من برارة اطلب في الجنة الصباح المبروك. هيا خوفي روحك خوفي روحك بنية عمي. هيا ما تطيش علي راني عييت. يا 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 ذهبي يا عمار جاك برجليه تمشي عرايا. ذهبي يا عمار جاك برجليه تمشي عرايا بالروح والقلب ناداك بالروح والقلب عمار ناداك. يا رب يا رب ثبت رجاك. عمار عمار هاني في السباك. عمار والله عندك قريزيمة تطورك دجبان. انت ذهبية؟ اي انا ذهبية. انت ذهبية بنت السبتي بن عمر الحمد. حليلي الطاهر الحباس أعمى ما يشوفش. قال لي عينها قدك يا الصحصة هذه هي عينها قدك. ذهبية بنية عمي أنا ماني قلت لك والكلام كان ما ماشي مياه. أرني جاي نخطب فيك ولي كنتي قبل ما نزيد القدام يزمك تقولي لي من تو الساعة. هاي الساعة قبلتيني ولا ما قبلتينيش الساعة؟ أما قبل ما تتكلمي بنية عمي قلبي على رويحتك وتفرجي مليح. ها ها فرج شوف يا كلي غزي. ها فرج ها هو ها هو فرج فرج يا لهبي صحة الابدان وذو الابصار حاج اخرى الله ينوب بنية عمر من الانسان. لا قابل قبلتي؟ اي لا قبلت. نعرفك بنت تصر وياه وبعد وليلي تو نقول نعرفك بنت ويعطيك الصح. لكن انت قبل ما تفهمي انت بدات بنية عمي لا ماذا بيا تحضري لوطه خليني حتى نشوفك عاد كيما شفتيني. هناك انا بصوت ليه؟ انت هاك تشوف فيا. يا لا عاد طيب تعطي لوطه ونتحدثنا وياك ونشوفه كل شيء. يا ولدي هاك تشوف فيا ها؟ خويتي كيفاش نشوف فيك؟ انا نشوف قصك الفوقاني كيف نصك اللوطاني ما خرجش. أي لا لا خي الحق لا ما نهبط. أي والله لما تهبط. أي ودي ها. أي عادي الزينة بركة. لا خي الهبطان لا تنا. أسمع. ناس غير ذهبية رني والله كان نارني بس نحب نشوف كنت حدثنا وياك ونقول لك كل يمتين أي وقت هنا وعدتني بري على روحك. لا خي لا ما نهبط. أسمع هاني بس ها. لا لا خي ما نهبط. ها 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 لا ها. أي عاد لا ودي ما نهبط. جاش لغزال ولا مازال؟ يا ودي مش لي جاي. جاشك لغزال ولا مازال؟ يا ودي مش لي جاي. جا
جاشك الغزيل يمشي ويميل. يا ولدي ماش نزيل. اسمعي نار لي دواخ وما نحبش من يعكسني. وما مش نهار. ما نهبط. عشان. ولا. عندك مشرب انت عماه. اي عندي. اتهولي. اتهولي. ذهبية ونزيد نعاود ذهبية إن شاء الله نحوزك بين يدي يا ذهبية. يا طول طولك أنت بين يدي أنا مش نينا بين يديك. طول خيطول ما يسالش ما يسالش يا ذهبية روكي عندك يا عندك. خيطول خي عمار بروح خي خي برا روح. ها ولا طول ولا خايتي ذهبية. اسمع اسمع خايتي خليني نزيد بين يديك حتى شوي. برا روح خذ دور عمر ولا تنسي على الجيران. تسمع ذهبية اخذ شفتي المحفل نتاع النساء وينها 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 فوق القدية لكن مسوي لي جاي اذكر وعنسي انا وياك يا ذهبية. تفرج 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 ذهبية شوف شوف مسكينة كيفاش دادة هذا مش معرى بخور هاي طقع وتصلي على النبي والذغرة شوف شوف مسوين كيفاش يغني وراها يا خد المشموم شوف شوف كيفاش بناوي تعمي هذي اللي علايق فوق روسهم وجايبين لك الدبش نتاعك شوف شوف صنع ابو خلال يغني وشايخ وعامل مشموم نتاع ورد في ودانية شوف كيفاش جايب له كريطة فوق منها بركوس وقرعة وشكارة قمح وما لازم الحلال شوف شوف الذر شوف الذر كيفاش يلوح في كرطوش بني بني ويترشقوا فيه على الحيوط ويترشقوا فيه على الملازم شوفي شوفي كيفاش مين وينك الذهبية وينك الذهبية جا خطاف العرايس وهزك. أنا في الشباك عمار برا برا قد روحك وهاي. ماذا بنية عمي تعبك كيفاش؟ ما قبل ما نمشي أولها وفقة وعجابها سلامك. بنية عمي لا راني عندي شرط. يا سيدي يشرط. أيلاه. هي لازمة الساعة الدار هذه ما عادش تتعتبها خلاص. ناكل بوليتيك نتاع برا وهاي راهو ما ياكلش عليا. أي باهي. تشدي دارك وتو يجيك الخير كل يدك. هذه حوايجك. حوايج أخرى. وردي بالك بنية عمي. يناديك محزن الخليفة يقول لك هيا خدمي عندي تمشي تخدمي في دارك. ايه دي مش نيتان انت. نرزلوا دقتين ونفضوه. امين. لعنة الله يا علي. امين. حتى قدر ما تعمله له ما تخدميش في دارك. سيدنا حيدي. وردي بالك. يجيكك الطاهر الحباس ويبدأ يقول لك هيا بري وما هيا بري وهيا وما هيا وردي بالك. لكان جاي يكلم فيك اقلبي علي اسطل ما من غاب. لانه مندافع ذاك. صحيح. وحوايج اخرى زيد. يمشيش يخلوا يجمع هذول غادي ويجيك كجعك انا وحيد قدك بحق عبوش مسطور. وردي بالك يجي ويبدا يلغلغ عليك وانت تخافي منه لكن جا هنا قولي له امشي على روحك. لا انا ذاك اللي نكلم ولا نفهم. صحيح ولازم دارك تو الخير كل يجيك لي. تفهمنا يا سيدي. ما هنيك الزويه ورا دخلها وخليها عندك. باهي. هاي ما انا تصحي على خير. سلامه. بالسلامه. سهرتيني يا عمار سهرتيني شنو يبو عون ما يتعدوش منك ما يعديش هادشي أتم تعدى أي سهرتيني تب حركة تموت. صباح الخير سي محرز. لا عليك خير كيفاش أنا كلبة بكلبة ها شو مجايب والديك أنت هون أنت ما تسكن في القرابة شو مجايبك كدو شرقية ها سي محرز ما تبعثت لي قلت لي برا أخطب ذهبية هم جيت نخطب فيها على سنة الله ورسوله كيف ما قلت لي أنت مع شكون بعثتك؟ بعثت لي مع مع هذا كيفاش لها؟ مين؟ أي أنت؟ مين جيت كي تحشمش؟ مين جيت؟ شو كيف بسي؟ مين جيت؟ جيت؟ أي جيت؟ باهي وين جيت؟ وين جيت؟ جيتني جيتني الطاهر جيتني هاي وين كرا؟ في الحانوت نتاع هذا يا سيدي محرز سيدي محرز انت عندك حانوت تفك النصبه نتاع هذيك النصبه تفك الوجب هذاك حسين
وشق نصبه نبيع في القاع هنا ها بعجيب سيد سيد ما هو قال انا جيت سيد ما قال انا جيت وكذب عليك سيد ها قدام من جيتك جيتني سيد طاهر قدام 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 مين قدامك انت يا شمس تكذب علي انا هنا الله عليك عليك وعلى والديك عجيب تسك طاهر حبيت تعيط على سيدك عمار وحسب وتسمع فيه في الكلاب دلوا هادر انا امسرات اكتب وعود بيه يا ها سي عمار مسجاب وي اذا حبينا نردوا منه سيد الرجال في البلاد سي عمار المرأة هذه تحت ضمانتنا احنا سي الشباب حتى يجي راجلها مصفر وانا عنده شويه احنا وليه مو مسي قلت لك احنا حابين نردوا منه سيد رجال في هالبلاد لكن اللي فيه طبع عمرها ما تتخبى وي توجور بعبوس الكلبه حطوها 40 عام في قصبه بعدين جبدوه لقوهم عاوج وي مسير احنا انت علي انا اي عليك انت قيلني يا قط وان شاء الله نتخبط يا اخي انت ساعه ما تقول لي سيدنا وساك على امك ولا واشي عجيب ولا وغرايب ساعه تقول لي انت تسالني ولا تحكم فيها سيدي ما نخدمش في دارك لا هو بالسيف يزي باكلام ما نزي اسكت ما نسكتش برا برا انا اللي كسلم مرتك وذريك اللي يتناطروا في تونس ولا وين وتكفى بروحك خير لك عجيب وغرايب طوريك ذهبيه صح عليك جيت في شباك وليا اي جيت وليا اش بينا منا في البيرو مشيني وليا يا سيدي كانكم على عمار هذا ليك العاد هذا ليك العاد والعاد مروح الرب الا ما ناخذه ناخذه كان عندكم الا ذهبية واعي راس حصانك وضمي فمك خير لك راهو ضم فمك انت خلي بديت تتكلم جد علينا ايه عليك انت علينا جد ايه عليك انت ان شاء الله يبلحتك الجدري اسكت يبلحتك انت ان شاء الله ساكت انتو نبا اللي ديت هيا ديتان هيا مسجي الكاليفة موه انا بولي فير دم باندي انو نتال باندي شاي مشي جيت لي توفين شاي مشي كي تجور كي مشي وي تعال وي اللي يعملو هيا هيا سيدي هيا سيدي ابتدو يمسكو هيا 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 سيد طاهر حرك دم سيد طاهر سي طاهر مدني نقول لك سي لا تطيح لي قدري ولا تدزني ولا تفزني حبوا يهزوني الجماعة انت ولد عمي سيسمي تونسي معاك وحيدة وحيدة هاي ولد عمك هاي يا سيدي في حق ضر من حبوش لا ماشي ولد عمك اسمع ايش قدروا يا سيدي وانزلي بكاي يا سيدي نمشينا وياك خطوة 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 انا رواه اللعب معي انا والله يا ايه معنا نرجو تحبيني نبدا بيه النظام لنا كلوكم قلوبكم النظام لنا كلوكم قلوبكم عمار يعيشك عمار كيلو قيدة اشتق عمار يعيشك يا عمار ذهبية هل صيح ذهبية ها
هاضم المعيد اللي يحطوا فينا. هاضم المعيد. ذهبية. نعم. باهية متاع البوكاشكيش. رحمة أمي الكريمة إلا ما نشدوا عمار ونشوشوا كالعظمة.